عبر الاس بي اي والال بي سي اي مساء الخير الى كل لبناني ولبنانيه سؤال واحد نتوجه به الليله ونترك الجواب بين ايديكم حتى يوم الانتخاب هل تعتقدون ان منح الاشخاص نفسهم الثقه يمكن ان ياتي بمشهد مختلف عن الذي نراه اليوم مشهد اليوم هو مشهد الدمار على كل المستويات دمار في العمل السياسي وحرب مفتوحه بين الافرقاء لا افق لها دمار اجتماعي دمار في الاقتصاد وها هو الامين العام للامم المتحده يفتتح زيارته لبنان بتحميل المسؤولين اللبنانيين مسؤوليه شل المؤسسات وعدم التوصل الى اتفاق على خطه النهوض مع صندوق النقد النهج التدميري للمنظومه لا ينتهي هنا ولانهم لا يريدون دوله يحاولون تخريب السلطه القضائيه وضرب هيبتها وصورتها وتحقير رموزها كأن يخرج وزير ثقافتهم لينعت المحقق العدلي بسبع البرومبو ويدعي زورا وجزافا أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء معلمه يعني معلمه للمحقق العدلي أو كأن يقال كذبا أن الرئيس سهيل عبود وعد بإيجاد مخرج للقاضي بطار من خلال الهيئة العامة للمحكمة التمييزية هكذا تشوه صورة القضاة أو القضاة حتى إذا ما حانت لحظة صدور القرار الظني أو لحظة بدء المحاكمة في المجلس العدلي يكون التهشيم قد فعل فعله فتبدو القرارات صادرة عن جهة غير ذي, غير ذي صدقية أما اكتمال الصورة التدميرية فيتجلى بأن لبنان بات يشبه الشيخ نعيم قاسم بحسب تعبيره صحيح من وافق. لبنان المسروق والمخطوف والمظلم والجائع والمنعزل والفاشل والفاسد لبنان اللا قرار لبنان الضياع الذي بلغ دخل الفرد فيه ادنى مستوى في العالم لا يشبهنا اذا كان بيشبهكم هيدا خيار اخر اما دعوتك الذين لا يريدون الالتحاق بك للبحث عن حل فقد وصلت والفرق بيننا اننا نريد حلا على قياس لبنان واللبنانيين ونرفض المقامره بالوطن نوافقك ايضا ان من يرتبط بوطن يجب ان يرتبط به سيدا حرا مستقلا لكننا لسنا نحن من قال عنا القائد الايراني غلام علي رشيد اننا القوه الرادعه امام الاعتداءات على ايران نحن لو قال عنا الفاتيكان مثلا اننا جيشه لتركنا الكاثوليكيه ولقلنا اننا لبنانيون ونقطع السطر لذلك نعود ونكرر اذا اردتم ايها اللبنانيون ان يبقى البلد مسروقا من دون محاسبه او مخطوفا من دون امل بالحياه اعيدوا التركيبه نفسها في حلقة الليلة نستقبل وزير الاقتصاد أمين سلام والنائب ميشيل ظاهر والأمين العام للهيئات الاقتصادية أولى شماس والخبيرة الاقتصادية علي مبيض أهلا وسهلا فيكم جميعا أهلا فيك أستاذ أمين وزير الاقتصاد مشمع الخيط وماشي بضل مسافر كابيتال كنترول دورال بيطلع أسعار مش معروف وين صارت أنت وين؟ اهلا وسهلا فيك اول شيء استاذ ماريو بضيوف الكرام ونحن مبسوطين انه نحن معكم اليوم لنحط بعض الامور بنصابها الصحيح <تحديدا>, تحديدا بموضوع وزير الاقتصاد وين اللي سمعنا هالتساؤلات مؤخرا على بعض وسائل الاعلام انا استاذ ماريو الاسبوع الماضي او العشرة ايام الماضيين دعيت طبعاً سابقاً كوزير اقتصاد للدولة اللبنانية لحضور المؤتمر 12 لوزراء الاقتصاد والتجارة بمنظمة التجارة العالمية بجناف دعوة رسمية؟ طبعاً دعوة رسمية لكل وزراء الاقتصاد من كل العالم يعني وتحتها. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أخذ إذنهم؟ طبعاً أكيد بالطبع أنا أخذ إذن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية معاً ونبلغهم بزيارتي وبأهداف الزيارة نعم <applause> نحن رحنا على جنيف بهدفين أول هدف طبعا كان تلبية لها الدعوة اللي هي بغاية من الأهمية اليوم حنوضح بسرعة بعض تفاصيلها ومثل ما بنعرف كمان بعض بعض الجهات قالت انه اوكي هذه القمه كمان لغيت لكورونا. نحن صحيح وصلنا على جنيف وفورا نتيجه التضاعفات اللي صارت بكورونا الغيت القمه انما لصالح لبنان اللي صار انه بالغاء القمه وبقاء عدد قليل من الوزراء بما فيهم الوزير السعودي بهذه المرحله شفتوا؟ لا انا ما شفته على بنطاق رسمي يعني بس كان موجود دردشتوا سوا؟ حكيتوا شيء؟ لا لا صراحه أوكي. لا ما, ما صار اي شيء بس اللي صار انه لما التغى المؤتمر بشكل عام فتح المجال امام لبنان انه يحضر فعليا بشكل بارز مع كل قيادات المنظمات العالميه وعلى راسهم منظمه التجاره العالميه وسمحتنا وعطتنا الفرصه انه نحن نقعد مع المسؤوله المديره العامه لمنظمه التجاره العالميه لاكثر من ساعه ونص ونفتح كل موضوع انتماء لبنان لمنظمه التجاره العالميه وضروره اهميتها بها المرحلة تحديدا هلا لا إيه نعم هلا يعني بحثنا مع المديره العامه انه لو لبنان اليوم كان بمنظمه التجاره العالميه في كثير من الامور اللي نحن بنشوفها اليوم حاصله بالاقتصاد اللبناني وفي كثير من الامور اللي شفناها من خلال اللي صار اخر فتره والخطوره على الاستيراد والتصدير وغيره، كل هيدي الامور كان لبنان ممكن يكون بمطرح مختلف كليا كيف يعني بايجاز؟ يعني نحن التصدير يعني عم تحكي عن دول عربيه يعني لما بصير عندنا مشاكل جيوسياسيه بغض النظر دول عربيه او غيرها، نعم اي حدا نحن في بيننا وبينه علاقات تجاريه لو نحن كنا عضو في منظمه التجاره العالميه كان عندنا بيكون في نوع من الحمايه الدوليه وعدم التعرض باي شكل للبنان بموضوع التجاره والاستيراد والتصدير طيب استخلص يعني لو نحن بمنظمه التجاره العالميه اليوم كان لبنان او كانت الدول العربيه ما قدرت وقفت استيراد السلع الغذائيه او السلع الزراعيه من لبنان اكيد اكيد لا اكيد كان التعامل بيكون بشكل مختلف ولا يمكن تقييد لبنان باي شكل او باخر لانه عضو بمنظمه التجاره العالميه تؤمن له الحمايه وتضعه في اطار قانوني دولي ما يمكن ان يمس فيه بشكل حتى لو عم عم بشكل خطر على الامن القومي للدول الاخرى هلا آه، طبعا كل موضوع بده يصير له تعاطي ولما ومن... بتكون عضو بمنظمه التجاره العالميه وبتخالف قواعدها بيرجع بيصير لها صياغه ثانيه لكن انت يعني ب... بس ما, ما... طبعا اكيد اكيد طبعا طيب آه، تأنهي النقطه آه، يعني لما عم بتقول هيدا الاجتماع صار صار آه او قبل مسؤوليه مين عدم دخول لبنان بهالمنظمه وزراء الاقتصاد اللي سبقوك هلا هيدي عدم الدخول مرتبط طبعا بكل الوزارات السابقه ومرتبط بالاصلاحات وزارات و... حكومات او وزارات وزراء الاقتصاد؟ لا لا عم سياسة نحكي سياسه حكومات لا عم نحكي سياسه حكومات أوكي. من عشرين لو كان لو كان القرار بأراء يعني وا... واقف على وزير اقتصاد يمكن كنا انضمينا من يعني بالخلاصه لو لبنان بمنظمه التجاره العالميه ما كنا نحن بالوضع الكارثي يلي نحن فيه هلا من أكيد. ناحيه التصدير طبعا كنا بنكون بهيكليه دوليه افضل بكثير من ما نكون نحن من ف... يعني منفتحين بشكل معرضين باي وقت لاي اجراء من دون اي حمايه بدي ارجع لهي موضوع الزياره لانه مثل ما قريت في اكثر من لقاء استاذ طبعاً. ميشيل مش مشكله اليوم الناس عم تسال وين وزاره الاقتصاد؟ المشكله مشكله وزاره اقتصاد او سياسه دوله وسياسه حكومه هي المشكله اليوم مشكله اقتصاد بالبلد كله سوا يعني جرفنا نحن على نحكي كثير بالاوضاع الماليه اليوم يعني في مصطلحات اليوم انا لما فتت على مجلس النواب تقريبا فقدناها نمو اقتصادي نعم خلق فرص عمل قديه صار له هذا الحكي مش محكي بقى بالاعلام او ضمن الغرف المغلقه السياسيه اليوم نحن مشكلتنا قاعدين عم نعالج وضع مالي في عندنا 14 مليار عم نركب لهم كيف بدنا نمشي الامور بس نحن اليوم ما بيحل المشكله لا بيحل مشكله مودع ولا بيحل مشكله الوضع الاقتصادي كام الا من احنا نخلق نمو ونبلش انتاج مع الاسف يعني بده يكون في عندنا اقتصاد مع الاسف نحن وصلنا بمرحله من مراحل ل 200 مليون مليار دولار ودائع بالبنوك هيدي كانت ممكن تخلق لك اقتصاد جي دي بي اللي هو الدخل القومي اللي كانت 53 باي دول العالم تركني من سنغافورة وتركني من سويسرا اليوم لما يكون عندك ودائع 200 مليار دولار ممكن يكون عندك اكثر من 300 مليار دولار حجم الدخل القومي بلبنان بقينا على 53 دفعنا فوائد عاليه ضربنا الانتاج ولما جينا لننتج بطل في اكسس تو كابيتال نحن اليوم بالوضع السياسي العام ضربنا الاقتصاد ضربنا المصارف وهلا عم نضرب القضاء وجاي دور القوى الامنيه ضربنا المصارف ولا ضربت حالها هلا ضربت المصارف طيب أه استاذ الاولى الوضع اللي عم يحكي عنه الوزير نعم. انتم عانيتوا منه وانا سمعتك اكثر من مره حكيتوا عنه خلال 20 سنه نحن هون اليوم انتم وينكم مما نحن عليه بدي اقول لك نحن متشوقين انه يكون عندنا وزير اقتصاد عن حق وحقيق لانه بعتبر انه ما عندنا شخص مثل هيدا من وقت ما ترك الوزير رائد خوري الوزاره لانه الوزيرين اللي اجوا وراه كانوا مش بس انه متنكرين لاهميه القطاع الخاص والقطاع التجاري تحديدا بقول نعمي متنكر نعم. نعم 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 نحن نعم. نحن وقبله الوزير منصور الطيش ونحن قلنا هالامور علنا يعني تحولت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة لضرب الاقتصاد وتصفية التجارة فنحن من وقت ما الوزير رائد خوري حط خطة ماكنزي وهيدا عمل وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد مش بس على أهميتها مش بس سعر رابطة الخبز وإذا بدك الكبسات على المحلات هذه شغلة مهمة ولكن النظرة الاستراتيجية لازم تضع وزارة الاقتصاد صحيح. أنا بالمناسبة بدي وجه تحية للمدير العام لوزارة الاقتصاد يلي موجود من قبل ما يجي معالي الوزير الأستاذ محمد أبو حيدر يلي بالأمور الإجرائية عم يقف حدنا هلأ القصة أستاذ ماريو بلبنان كيف امتدت يعني مثل إذا بدك فتيل عم يحترق السياسة ضربت السياسة المالية يلي هو ضرب النقد يلي هو ضرب الاقتصاد فالمشكلة في لبنان هي سياسية إنما انعكاساتها اقتصادية والاقتصاد الحقيقي اللي عم يحكي عنه الاستاذ ميشيل هو اللي دفع الثمن فاليوم عندك انقراض رهيب شو يعني دفع الثمن دفع التمن انت من حيث هيئات كيف دفع الثمن اليوم نحن دفعنا الثمن من حيث انقراض المؤسسات انا أوكي. اسالني كقطاع تجاري انقراض مؤسسات يعني ما بقى في ناس تشتغل سكر فلت سكر 50% من المؤسسات التجاريه من كم سنه لتاريخ اليوم نعم. بعدين صرف إذا بدك عشرات الألوف هون عم بحكي عن القطاع التجاري لوحده نحن لما نقعد بمجلس جا إدارة جمعية تجار بيروت شو الحديث؟ قديش نزل رقم أعمالك؟ كم فرع سكرت؟ كم موظف صرفت؟ هيدا حديثنا اليوم فإذا نحن اليوم ببوز المدفع بالقطاع الخاص وبدنا نحن حدا يأذرنا الموضوع المالي في وزارة في وزارة مالية الموضوع النقد بمصرف لبنان الشؤون الاجتماعيه في وزير عمل ووزير شؤون اجتماعيه انا بدي حدا يحمل رايه الاقتصاد يكون موجود بكل المحافل شو في يعمل لك امين سلام اليوم اذا الحكومه مش قادره تجتمع هيدا الموضوع صار موضوع اكبر ولكن اصلا نحن الوزير سلام شرفنا واجا على الهيئات الاقتصاديه ونحن رحنا لعنده كجمعيه تجار بيروت وعم نوحد الرؤيه قال خلينا نوحد الرؤيه ونكسر هالعدائيه لانه صار فيه مش بس اذيه ماديه صار في اذيه معنويه يعني تقريبا الوزارة الوزارات السابقة حلل الدم القطاع التجاري هل ونحن ممسوحين نعم انا عم بحكي طبعا بالنوع و... عم نحكي بالكلام المزاجي استاذ ماريو عم تفهم شو عم بحكي انا عم بقول انه صار في اليوم نوع من استباحه ماليه ومعنويه للقطاع التجاري اولا والقطاع الخاص برمته مشان هيك نحن بحاجه لاي انسان يوقف حدنا وانا بقول انه حكومه الرئيس ميكات مئاتي ليش متمسكين فيها؟ لانه هو كمان إذا بدك صديق يعني بزنس فريندلي خلينا نقول إنه هو تفكيره مقاتل للقطاع الخاص، في وزيرين ثلاثة هيك نحن بنعول عليهم، وإلا بنروح مسح طيب. لأنه هالسرسرة اللي عم تحكي عنها أنت قلت من قبل الوزارات مرات كلمة بتحنن وكلمة بتجنن، لما بتسمع وزير بيطلع بيقول أنت بدك كلام ولا بدك أفعال؟ أنا بدي كلام وبدي أفعال شو بدك بس بالأفعال؟ شو بدك من أنا بدي كلام أقل وأفعال أكثر لما بيطلع وزير يقول لما بقصه الكابتاغون ونحن كهيئات اقتصاديه عم نسعى مشان تنرجع نرطب بالأجواء انه ايه بس ما في سوق بالكابتاغون للسعوديه هيك كلام بكلفنا مليار دولار هذا وزير وزير معين ما بدي اذكر لا أنا. ليش ما بدك تذكر ما بدي اذكر خل مش مهم المهم انه صدر قال لك انه في سوق مش قال لي قال على العلن ايه انه في سوق للكابتاغون بالسعوديه هذا الكلام بيحرق بيحرق حريق علاقتنا نحن مع الخليج فاذا نحنا بدنا كلام اقل وبدنا افعال اكثر اوكي ست عليا انا بشوف تويتاتك وانت عندك انتقاد لحكومه الرئيس نجيب ميقاتي قلتي انه اجت تكفي اللي كانت عم تعمله حكومه الرئيس الحريري وبتتاسفي عليها أنا لا ما كنت عم بحكي بس عن 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 حكومة الرئيس ميقاتي، عم بحكي أنا عن نهج عم بعدنا عم نشوفه بمقاربة المشاكل الاقتصادية ولا سيما البنيوية منها، بعده هو مستمر هو هو نفسه و وأساسه اكشلي هو الشيء اللي عم نحكي عنه اليوم إنه في كثير تركيز بس على الشق المالي وعلى يعني تنقية إذا بدي أقول الميزانيات بدون ما نتطلع نحن لشو عم بيصير بالاقتصاد الحقيقي بحياة الناس بقوتها الشرائية بمدخراتها بتطلعات الشباب والأفاق يلي هي مفتوحة قدامهم أو لا وكل اللي فارقة معنا هو التركيز على آآ آآ شورت تيرم على آآ آآ أسر, أسر, أجل السياسات لا يمكن أغراض انتخابية بحتة وهيدا شفناها نحن اليوم أنه التركيز على سياسة إعطاء البطاقة التمويلية و يعني إهام المودعين أنه بعد فيك أنت تردلهم مصرياتهم بوقت اليوم المشكلة كتير أكبر مهم. أو اليوم بس التركيز على خسائر القطاع المصرفي والمالي على أهميتها دون التطلع الخسائر الاقتصاديه الكبيره اللي عم نشوفها، وبما فيها وانا برايي اكثر شيء هي خساره البوتنشل يلي نحن عم 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 ندمره بالقطاع الخاص، وخاصه بالمؤسسات عبر ترحيل الراس مال المالي يعني لللبنانيه اكثر واكثر والراس مال البشري واللي هو كل ما هو نحن عم عم نخسره، وشفنا هلا اخر الاحصاءات انه مئات الاف اللبنانيين بالسنتين اللي راحت هن أكثريتهم يا من الكفاءات خلية. يا من الشباب يا من الطبقة الوسطى <applause> وبالتالي هيدا كاقتصاديين استاذ ماريو نحن بنسميه انه هو رح ياخر لك اعاده الانطلاق الريكفري حتصير اكبر ليش؟ لان انت عم تاكل من شيء بنسميه نحن النمو المتوقع مستقبلا الجروث بوتنشل فانت كل ما بس ركزت على موضوع المالي والمصرفي على اهميته لان نحن بدنا قطاع مصرفي يقدر يرجع يمول طيب. القطاع الخاص والقطاع العام ولكن في اقتصاد ومنه في سياسات تجاريه وهون بركة انا بحب افتح يعني انا كنت اشتغل مع معالي الوزير الدكتور سعيدي ونحن كنا اول من تقدم بملف يعني الانضمام لمنظمه التجاره العالميه وهو على اهميته بيرجع ل 20 سنه انا بقول لك يعني يمكن معلي انا ما عندي مشكله اقول قد بس من 99 للفين 2000 تقدم تقدم هيدا الملف وللأسف ال... ال... بالرغم من كل يعني اذا ال... بدي اقول جهود ال... 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 الوزراء المتعاقبين بس ما قدرنا لانه نحن ما عم نقدر نشوف اهميه انه ننخرط بمسارات مين يعني ما عم نشوف؟ ما عم نشوف اولا كمجتمع بس اكثر اكيد كسلطه ليش؟ لانه مثلا هون فينا نروح ونحكي لانه الانخراط بمنظمه التجاره العالميه بيعني انه انت بدك تكسر احتكارات، بيعني انه انت بدك تفتح اسواقك، بيعني انه انت بده يكون عندك قانون منافسي بيسمح للشركات داخليا وخارجيا للمستثمر الاجنبي يكون في ليفل بلاينج فيل على كله على قدم المساواه عم بتقولي مشروع قانون مك... قانون المنافسة استاذ ماريو مش أول مشروع قانون منافسة بتعرف من أيمتى محطوط بالجارور؟ مين حطه؟ معالي الوزير الدكتور ناصر السعيدي الله يوجه له الخير يعني من أي سنة؟ يعني من سنة التسعة وتسعين بأي جرور؟ نحن اليوم بألفين 2022 وعشرين بأي جرور؟ بي بيجي هي تقدم هيدا مجلس الوزراء وانا برايي ما بعرف اذا وقتها راح على مجلس النواب وقتها بتعرف حكومه الحص تغيرت واجت حكومه الرئيس الحريري بس انا عم بقول لك انه في انت عقود ضائعه نحنا ما بقى فينا لأن ما بدنا نضلنا نحكي عن الماضي أوكي. انا عم بقول نحن علينا انه نتعلم من الممارسات الخاطئه والتراكمات اللي شفناها واللي كلفت الاقتصاد اللي بنسميه مانك أغاني يعني خسارات ما خلص لا لانه عملي. ما اخذ اي ولانه ما اخذنا المسار الصحيح بنكون عم نخسر نحن فهي علينا نت نت يعني نتعلم منه طيب ونروح بهالمسارات طيب حت الصحيحه حتى نكون شوي موجزين آه طيب صحيح ما كان في خطه ما كان في رؤيه ما كان في نظر نظره لبعيد بس اليوم بالواقع الحالي عم تنتقدي بشكل او باخر انه نحن عم نهتم بالمال وبالبطاقه التمويليه بس ما الانسان لا يقدر يظبط يزم ويصمد بده ياكل اكيد وهون اهميه استاذ ماريو وانا على طول بقول ويمكن ما بعرف اذا بس أه أه ساعات النائب بيعرف لانه نحن من اول الناس اللي عرضنا عليه خطه انا عملتها مع زميل جيرار زوين باول باول الازمه بنوفمبر 2019 كنا اول من قال قديش فيه فجوة في فجوه مصرف لبنان وكيف ممكن اكشلي انت يصير في توزيع للخسائر بشكل آه عادل يعني. ما ردوا عليكم آه هلا بس مش هي بس هي اليوم هو الامر اليوم تروح وعم نشوفه اكشلي وانا ما عم بقول بالعكس يمكن آه حكومه الرئيس ميقاتي هلا عم هلا من بعد سنتين من بعد ما صار في سابوتاج لخطه الرئيس دياب آه جينا هلا نرجع نعمل تقريبا نفس الشيء بس بشو طيب. من بعد ما خسرنا قديش ايش طيب. 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 17 مليار دولار آه آه من آه احتياطات صحيح. او من ودائع الناس طيب. الدولاريه بت... فاللي عم اقوله انه المسار هو نفسه عندك مسار استقراري للاستقرار يعني انت ترجع تعمل توحيد لسعر الصرف تعمل توازن في تعمل اعاده هيكله المصارف والدين بس كمان عندنا مسار تحولي انا بسميه اللي هو نحن عليه نشتغل وهون دور وزاره الاقتصاد يمكن انا اشتغلت سنتين بوزاره الاقتصاد مع انه ما راح بس هيدا المسار التحولي هو على اهم على اهميه المسار الاول اللي أوكي. هو الاستقرار بس والاول يبني لا صحيح 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 مع انه يعني عم قلها لست عليا انه الحلقه هيدي بالتحديد نعم. منا للغوص هالقد بتفاصيل أكيد. صعبه علينا كـ كـ كمواطنين ما عليك بدي ارجع لنقطه اساسيه الناس عم تسالها يعني وزاره مش ناسي السفر وزاره الاتصالات بتحط اسعار لل... للكروتي وزاره الطاقه بتطلب تركيب عدادات وبتحط اسعار وزاره الزراعه بتحط اسعار الخضره بالنتيجه كلهم بيرجعوا بيسالوك انه انت وينك ما عم بتراقب يرجعوا بينكبوا كلهم على وزاره الاقتصاد انا مغلط لا 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 مش مغلط ابدا نحن طيب بدنا نسالك وينك ونحن عم نشوف يعني بالاعلام هيدي الاشياء كل يوم بس اللي اللي اهم شيء نحن نوضحه اولا اولا انه نحنا اليوم بلبنان عندنا تقريبا 22 الف متجر بين سوبر ماركت ودكان وميني ماركت وغيره نعم عندنا اكثر من 3450 محطه بنزين عندنا تقريبا بكل شارع بلبنان موتر اشتراك كهرباء <applause> عندنا كل الافران والمطاحن, والمطاحن بدك تقولي ما منلحق لا لا ما بدي اقول لك ما بنلحق لانه انا ما حكون وزير بيجي بس بده ينق على المشاكل اللي عندنا اياها ويعطي صوره سلبيه اكثر داخليا وخارجيا لا. لانه هذه بتضر فينا على كل الاصعده لانه نحن اليوم مشوارنا هو تعزيز الثقه والمصداقيه لما نطلع نحن بنفضح حالنا زياده وبنحكي على الصعوبات لا عم نعزز الثقة ولا عم نعطي مصداقيه زياده نحن بنعرف انه إن حضرتك قادر تعزز تعزز الثقه الليلي انا ان شاء الله بقدر اعزز الثقه ونطلع أكبر خاصه على الاقل بالوزاره اللي انا معني فيها خده. وبالرؤيه اللي عنا اياها بالنسبه لدور حمايه المستهلك بوزاره الاقتصاد نعم. انا اول ما استلمت وزاره الاقتصاد استاذ ماريو اول شيء فهمته من الوزير السابق والاداره كلها انه لا سنوات طويله ومثل ما تفضلت وذكرت الاستاذه عليا انه هذه الوزاره يعني انتقص من من دوره كثير تحولت فعليا هي لوزاره حمايه مستهلك ووزاره الحق الفرن ووزاره هيدا وانه سياسه عامه اقتصاديه وهذا خليه بمطرح ثاني وكل ويتوزع على كل الوزارات فانا لما شفت اول شيء ما منعت انه طبعا لانه الكونسومر بروتكشن اليوم مطلب من حماية الاصلاحات المطلوبه من اي دوله بالعالم نعم. لانه في دول وممكن نعطي اكزامبلت عليها مثل استراليا حطت نظام كامل متكامل بين قانون التنافسيه او المنافسه وقانون حمايه المستهلك وحكموا البلد اقتصاديا من خلال هالقانون اليوم حمايه المستهلك نحن عندنا قانون من سنه 1964 يمكن يعني شيء مش, مش مسموح، طبعا بعدنا ماشيين عليه، آلياته بعدها مطبقة وكل الأمور اللي فيه اللي ولا بتقول. ممكن تواكب اللي بتقول يعني اللي وصلتنا للي نحن فيه اليوم أوكي. وبما فيها الموارد والمصادر وال... والطرق التي تتبع للرقابة والرقابة وال... على الجودة والرقابة على الأسعار وغيره، كلها ما ممكن يتكفى فيها أبدا خاصة بدولة اليوم بحالة طوارئ شو بدك تعمل؟ أنا حأقول أول شيء انت ذكرت انه في عده قطاعات مختلفه بتسعر وبتقول لك يا وزاره اقتصاد روح شوف. لا. نحن يوم الجمعه الماضي دعينا لاجتماع برئاسه رئيس مجلس الوزراء لكل الامنيين والمعنيين بالشان الرقابي والامني بلبنان. كان داخل هالاطار وداخل هالاجتماع حيز كتير كبير لموضوع حمايه المستهلك وتفلت الاسعار. وانا اشتغلت بكل تفاصيلها مع كافة الأجهزة اللي هي تعمل دوران اليوم انطلبت منا أنا عندي بلبنان 1055 بلدية نعم 1055 بلدية إذا كل بلدية من هالبلديات فرزت شرطة بلدية واحد أنا اليوم السبعين أو أو الثمانين عنصر اللي عندي إيه هون صاروا ألف عنصر براقبوا <applause> بلبنان فبالتالي أحد الأمور اللي هلأ مهمة بدها تصير جمعة الجاي هي آه عمل البلديات الداعم لدور وزارة الاقتصاد بالرقابة بلبنان نحن مستحيل أنه سبعين في ناس عم تتشكى من البلديات اليوم أجينا اجينا, في اجينا, زمي... أجينا, أحد الزملاء عم بيقول أنه البلدية صح رئيس البلدية بمنطقة بجزين رافض هو يركب يركب عددات أستاذ ماريو ان... أنت هايدي الشكوات فرحونا وأنا هيدي الشكوات أجتني وكلنا بنعرف انه في كثير بلديات يمكن ما عندها النية حتى انه تساعد في كثير بلديات من دون ذكر اي بلديه او غيره لان صراحه اذا نفوت بالتفاصيل ما بنخلص طيب. آه لك هاي البلديه مشتركه مع الموتير وغيره كنت على اساس ما... بدك تجيب طلاب من الجامعات من الجامعات تحت يعني من من المجتمع المدني تحت حتى يساعدوك شو صحيح. صار صحيح. صحيح نحن هذا الموضوع عم نشتغل عليه كتير كتير بتأني وبدق عليه لانه اه نحن الطلاب الجامعات بيساعدونا بالامور التقنيه لانه اليوم لما بدك تعمل رقابه مضبوطه استاذ ماريو وبدك تنزل على السوبر ماركتات وعلى المحلات بدك تقنيين بدك اخصائيين محاسبه بدك اخصائيين اذا نزلوا ليراقبوا في حدا يحميهم ولا بياكلوا قتله؟ الهدف من الاجتماع يوم الجمعه كان اول شيء تامين المؤازره الامنيه من لبنان كله من الامن العام وامن الدوله ووزاره الداخليه من خلال العمل مع البلديات هذا اللي حيصير اللي حنشوفه جلي اكثر خلال الاسابيع اللي جايه بتعمل محضر بينام بالادراج هيدي المشكله الثانيه انه نحن موضوع المحضر اليوم عم نطالب بسرعه تنفيذ هذه المحاضر لانه مثل ما تفضلت وذكرت وفي محاضر اليوم انعطت من سنتين وثلاثه ب 5 مليون وب 10 مليون اليوم صارت قيمتها ما بتسوى شيء لك روح حصل طيب. نحنا عم نشتغل على الشق الرقابه وتوسيع رقعه الرقابه من خلال الاجهزه اللي بدها تزرنا والبلديات وبدنا نتابع بالشق القضائي لنعمل تنفيذ اسرع لضبط هذه الامور واعطاء هذه القيمه لهيدي ال الدولار عم يطلع وما فيك تعمل شيء <applause> هلا طبعا لما بنوصل استاذ ماريو اذا بدي ارجع لك لجذور المشكله جذور المشكله هي الدولار ونحن طرح بكذا حديث الدولار ودور المنصات وليش إيه. المنصات مستقله انتم حكومه مش قادرين تاخذوا قرار من من خليني اقول من سنتين مش مش انتو بس الحكومه اللي قبلكم مش قادرين دوله توقف منصه انا انا من الناس اللي كانوا دائما يطرحوا هذا الموضوع رغم انه مش اختصاصي إيه. بس انا كنت دائما اقول لهم نحن اليوم المشكله مش بس بقصه الرقابه، المشكله انه عم يصير الدولار بهالسعر هذا لانه فيها المنصات وفيها التشرذم الكبير وين يعني المنصات ايه ولا لا؟ هي معظم المنصات معروفه هي بتلحق الاي بي ادرس موجوده بتركيا مش قادرين يطالوها هلا مش مش قادرين نطالها ما صار عمل ليطالوها او لازم لي مين لازم يعمل مين لازم يعمل استاذ ماريو هيدا الموضوع لازم يكون رهن السلطات الامنيه والقضائيه يعني يعني اليوم الجهات الامنيه المعنيه بالتواصل مع الدول الاخرى وزاره الداخليه وزارة الداخلية إلى دور وزارة الدفاع وزارة الدفاع ممكن يكون إلى دور حسب العدل العدل اكيد إلى دور ماريو معلش عم نروح على محل أحياني. تاني نحن أيه. اليوم ما إيه. بيحل الدولار الا الاقتصاد ايه طيب. اكيد, أكيد. مش هيدي مش هيد مش لا لا مش ابدا اوكي, ما مشكلة. أوكي. أبداً. مش بس خلينا ننطلق في شكوى بالبلد من المنصات ولا حاكم مصرف لبنان مشكل أنه المنصات صحيح السياسي اليوم من المنصات, المنصات اقتصادك بينزل عرض الدولار معلش انا بدي اوجه سؤالي لمعالي معلش عم تحكي عن تلاميذ الجامعات وكذا انا كنت اقترحت من فتره من فترات حتى بمجلس النواب انه ليش ما بنستفيد من الضباط المتقاعدين اليوم قاعدين اليوم يمكن بدهم بنزيناتهم ليرجع يحس الضابط بدل ما يكون قاعد بالبيت يمكن انا بقول يمكن اكثر من تلاميذ الضابط قادر يعني مثل ما عم تفضل ماريو عم بيقول لك مين يحميه انا الضابط برايي ما بده مين يحميه يعني اليوم في ضباط متوقع كان عميد ولا عقيد ولا نائب ولا رائد انا برايي في ناس طلعت على التقاعد هي المفروض يستفيد منها هلا انا بدي اسال سؤال لمعالي قبل تفضل 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 النهار كان عم نطرح قصه الكابيتال كنترول بمجلس النواب انت اطلعت عليه شيء انا طلعت على بعض تفاصيله يعني يعني مش ما انك مطلع عليه لانه انا بدي اساله سؤال لاني انا بالمجلس سالت وين وزير الاقتصاد اليوم نحن جايين عم ولا اعطيك العقليه والاداره بالبلد يعني عم بتقلي الحكومه جايه بخطه او خطه ما في اداره ما في اداره اساسا اليوم وزير الاقتصاد هو لازم يكون نمبر 1 بالوضع بالوضع الكابيتال كنترول قوانينه كان وزير الماليه موجود كان نائب رئيس الحكومه موجود وزير الاقتصاد غايب وانا سالت وين وزير الاقتصاد يعني ما فيك انت اليوم تيجي تحط خطه كابيتال كنترول الا من ضمن خطه طيب اقتصاديه لك شغلي. لا لا شغله لا لا قبل مش نقطة عليهم نقطه نقطه فضل. انا بدي اعرف المنصات عم تخرب الوضع زياده ايه ولا لا والله بتعرف شغله بدها تعرف حالها بدها تعرف, تعرف, بتعرف تعرف انا راح اقول لك شغلي. لما توقفت المنصات الفتره الماضيه اي متى توقفت, توقفت توقفت فتره مش سنه تقريبا كان ضرب 10000 توقفت المنصات مش كلها استاذ ميشيل توقف قسم منها كثير كبير بتعرف شو صار شو صار, صار معه دولار يا عم زيد على عليه بدنا ننتبه توقيف المنصات ما بيحل المشكلة يا استاذ ماريو اذا اذا حدا بيجي بيقول لك انت بالمصرف المركزي يلي هو مسؤوليته بحسب القانون وبحسب الـ يعني الانترناشونال نورمز المعايير الدوليه انه يحافظ على سلامه النقد حدا عم بيقول لك انه هو عنده فجوه بايه الوظيفه الاساسيه للمصرف اكثر من 60 مليار دولار م. تجي انت بتقرر انه انت بدك تحمل هالعمله اللي هو المفروض يقدر يدافع عنها ويامن لها سلامتها، يعني اليوم نحن عم نحكي مع احترامي للجميع ومع اهميه العمل يلي ضروري ينعمل لايجاد وحمايه المستهلك بس عمضة المشكله طالب. هي مشكله ماكرو اقتصاديه، فيه فيه في المشكله هي مشكله نقص في يعني في في وضع امبالانسز على المستوى المكرو اقتصادي غير وبالتالي غير متوازن غير متوازن بالقطاع المصرفي والمالي من جهه وفي غياب وضوح للرؤيه لوين رايحين وهيدي هي الخطه اللي عم نحكي عنها يعني اليوم فينا نحن نصرف قد ما فينا جهد ومصاري ونحط ضغط على البلديات وعلى المسؤولين وعلى البوليس بس المشكله بمحل تاني طيب <applause> عم نعالج <تصفيق> <ماريو> <تصفيق> بس لي سر المشكله اليوم نحن انه عم نعالج النتائج مش الاسباب طيب كثير منيح استاذ الاولى انت ب... انت كاقتصادي وكهيئات نعم بدكم خطه لا بكل تاكيد من وين بدكم تبلش؟ رح تقدروا ترجعوا توظفوا ناس لانه بالنتيجه هذا الناس اللي بدها ترجع تشتغل نحن بدنا نشتغل على مسارين في المسار الاقتصادي المسار الاقتصادي صار اليوم خطة ماكينزي هي اليوم مشروع قابل للتنفيذ اليوم قبل بكرة م. فلا مجال أنه نرجع نفوت نخترع البارود لأن هيدا أوكي. موجودة وأنا بعتبر أنه معالي الوزير بدل ما يراقب أنه شو عم بيصير عند التجار وهيدا خلي بالفعل يراقب مجلس الوزراء خلي يكون كفيل انه يمشي بهالخطه الاصلاحيه اللي عم نحكي عنها مش اليوم تقدر نسبة يا استاذ ماريو نسبه التضخم بحسب الدكتور روبير كاسباريون هي 7.5% بالشهر م. فطبيعي انه الاسعار للاسف بالليره اللبنانيه بدها ترتفع انما المشكله بمطرح ثاني وانا هون معي اللي عم بيقوله الاستاذ ميشيل يعني عم بتقول لوزير الاقتصاد ما راح اقاطعك راح تاخذ وقتك لا. عم بتقول له لمعالي انه ما تتعب تراقب المشكله مش هون المشكله المشكله اذا بدك على الصعيد هيك الميكرو الصغير اليومي التكتيك الصغير بينما المشكله الكبيره هي بمطرح ثاني هلا انا بدي ارجع اللي قالته الست عليا يعني انا نقطتين بدي احكي عنه مه. اولا نقطه الفجوه الماليه ما في خلاف انه في فجوه ماليه بس الكلمه عن الخساره تصور استاذ ماريو انا اعتبر بدي بحاجه ل 1000 دولار بقول لك استاذ ماريو عمول معروف دينني اياهم وانا برجع بعطيك اياهم انت قلت لي اوكي بيجي وقت الاستاذ لي استاذ بليز انا عايز مصرياتي رد لي اياهم بقول لك بتعرف شو استاذ ماريو انا قررت اتخلف عن الدفع روح ضليت البحر وروح انت وزع الخسائر ضمن عائلتك انت كنت بتخلف بليز ميشيل بليز ميشيل بليز ميشيل بليز بليز خليني احكي للاخر بقى, بقى انا يعني بهالمعادله الدين الاولى تصور تحول الى خساره عند ماريو فاذا هال 68 مليار اللي حكيوا عنه المرة الماضية هي هيدا الدين مترتب على الدولة اللبنانية أبداً قطعاً. الدولة إذا بتريد الدولة اللبنانية هي تدينت من النظام المصرفي أبداً. وهي لما تخلفت عن الدفع وبفتكر أنه ست عليا شجعت عن التخلف عن الدفع أبداً. أبداً. مع المجموعة اللي كانت موجودة أبداً, أبداً. وقتها سقطت أجال المحفظة مثل ما بيسموها وصار كل الدين مستحق طيب وأنا بدي إجي أقول هون أنه حتى دولة مثل أمريكا اللي عندها دين عام بحدود ال 29 الف مليار عارف اذا صرف. بتجي بتقول لها تعي سدد اليوم بتفلس فاذا المطلوب كان انه هالاموال اللي انصرفت وين انصرفت هالاموال كل اللبنانيين يعرفوا على تسديد سعر انصرفت الصرف انا على... بدي على... اقول لك شو على الاستثمار النقدي والاستثمار الاجتماعي هول الاست... عملوا على 30 سنه لحافظوا على قدره الشرائيه تبع اللبنانيين وانا بدي اقول اكثر من هيك بدي استشهد لكلام للرئيس بري مؤخرا قال انه لبنان منه مفلس ولو انه عم بيعاني من نقص بالسيوله لبنان عنده اصول وقطاعات فاليوم اصغر دكان تنزل عليه بيكون عنده اصول وخصوم نعم. يلي لا له ويلي عليه نحن عم نظهر رقم يلي هو على الدوله بس ما عم نقول شو هي املاك الدوله وخليني انا اقول انه هيدي الفجوه الماليه عبسا نحاول لو بدنا ننطر 100 سنه الا اذا الدوله هي بدها تجي تتحمل مسؤوليتها بس انت وهيدي عالي المخاطر وحطيت مصرياتك فرد محل هيدي مسؤوليه مسؤوليه الدوله انها تعوي في لبنان هي مسؤوليه قانونيه واللي ما بيعرف يروح يشوف الماده 113 من قانون النقد والتسليف بتحتم على الدولة انه كل ما في عجز بمصرف لبنان تروح هي تسكر بشروط معينة بأي شروط مزبوط ولا انا مغلط؟ لأ. لا اكيد بشروط معينة وبعدين بعدين يعني استاذ شو هي؟ اول شيء انه اول شيء قبل ما ارجع للشروط يعني في هون اتهام مباشر ما بعرف يعني اكيد قصه موافقتك عن تخلف عن الدفع لا فيه فيو يحكي ويقول يلي يلي حابه يلي حابب يقوله بس انا منشور انا شو بكتب وشو وشو بقول آآ آآ كان كثير واضح بالنسبه لاي اقتصاد لبناني او بالاسواق العالميه انه لبنان عنده هشاشه ماليه من سنه 2011 بلشت وتفاقمت وصولا ل 2015 2015 وبال 2015 و... وعلمنا مؤخرا يعني وقت انه آ... يعني صندوق آ... النقد قال للسلطات اللبنانيه انه في خطر احتياطات المجلس المصرف المركزي هي آ... نيجاتيف هي سلبيه وبالتالي في ضروره للتصحيح و آ... يعني آ... بدل ما ناخذ بوقت الاجراءات اللازمه لوقف آ... و... آ... لواقف... لوقف التدهور ومصارحة اللبنانيين واتخاذ قرارات كانت بت يعني ما بتخلينا نروح لكل هالتضحيات اللي عملوها اللبنانيين خلال الخمس سنوات الماضيه وخاصه بالسنتين الماضيتين ما كنا وصلنا لهون، فالفي في مسؤوليه كانت واضحه ولا سيما انا برايي عند المصارف لانه وقتها انت مصرف بنا بدي اسالك انت اذا اجى اذا اجى حدا قال لك دين اعطيني حت حت, ودائعك عندي ما بدك تيجي تسال طيب شو هي البيانات تبعيتك شو عندك, شو تازم عندك تازم تازم اذا ترد ما اذا ترد ما قدرت اذا ترد ما قدرت ما ما مزبوط هو مصرف مركزي وبالتالي في اعتماد على هن مفكرين انه الدوله هي لتردل بس هي الدوله ما قادره تخلق دولارات من العدم ولا مصرف لبنان بيقدر يخلق دولارات من العدم وبالتالي كان في ضروري لإدارة, لاداره لاداره مخاطر كتير, كتير افضل على مستوى مستوى المصارف انا ما بدي فوت استاذ ماريو بنقاش عقيم صار سنتين صحيح. انا محكيبي. بتاسف انه اللبنانيه بعدهم لهلا قاعدين عم يتناقشوا باذا المسؤوليه هي مسؤوليه المصارف او مسؤوليه مصرف لبنان او مسؤوليه الدوله هي, هي مسؤوليه هي مسؤوليه مشتركه بس في مسؤوليه بريمير هي لمسؤولية اللي كانوا عم بيديروا مخاطر الانكشاف على الدولة قانون وعلى مصرف النقد والتسليف ما بيمنع على المصارف ان تدين لما بتشوف في مخاطر عالية اكيد مزبوط وبيمنع ولا كمان لمصرف لبنان يدين للدولة بحدود معينة وهون بتجي مسؤولية السلطة السياسية هون بتجي مسؤولية السلطة السياسية استاذ لانه في مجلس نواب في مجلس نواب مسؤوليته هو يسأل مصرف لبنان كان عم بيشرع ايه مصرف في مسؤولية في مسؤولية سياسية في مجلس وزراء وفي مجلس نواب مسؤولية يطلب من مفوض الحكومة ومن مصرف لبنان كل البيانات الماليه ليشوف كلفه سعر تثبيت النقد وشو هي الخيارات الافضل لحتى نقدر نستمر يعني ليشوف أنا إذا ما الماليه ما في ما في خيارات ما في هيدا كلام نحن بدنا نطلع على كلام, لقديه كلام هيدا كلام عام هيدا ست عالية ست عالية كلام عام اليوم, اليوم نحن يعني عندنا خيارات واضحه ما في خيارات واضحه ما نفوت على بعضنا استاذ ميشيل تفضل شو كان بدك يلا تفضل بس خليني اجاوب بعدين تفضل بس ما بدي استغرب كمان ما نقطه اساسيه قبل الديفولت اللي انعمل بمارس نعم. 2020 بتعرف انت بتشرين الاول تشرين الثاني شو كان عم تشغل السندات الخزينه اللبنانيه اليورو كان عم تشغل على فوائد 100% كانت بيستحق السنه الجايه كان فوائده 100% يعني بس ما ت... يعني بترجيك هذا الموضوع بعرف انه مهم وبعرف انه حساس واساسي بس بدي بدي جاوب اوكي بس ما بدي تخلص الحلقه من دون ما الاسئله اللي حطيتها اكيد يتجاوب عليها للناس بالضبط لو انت اساسا كنت عامل تكنيكال ديفولت بالداخل اللي معه 1000 دولار اللي عنده حط ابواب البنك سحبه. عم بيروح ما عم يسحبهم صحيح يعني ما فيك انت اليوم كان بالاستحاد ب 2020 4 مليار و382 مليون دولار تروح تدفعهم للخارج والمودع اللبناني اليوم عم تزله لتعطيه 100 دولار بدنا نكون منطقيين شوي هلا اللي اللي انا بدي اقوله انه الواحد لما يستثمر باليورو بوند تبع دولته ما بيكون هيدا اسمه انكشاف بدي اقول لك شو كان وضع اذا بدك القطاع المصرفي، القطاع المصرفي اللي نحن حامل اذا بدك الى جانب القطاع التجاري والقطاعات الثانيه الاقتصاد اللبناني، انا مصرفي كبير بيقول لي انه بفتره 17 18 وهيدا 2017 كان سبعتاري. يفوت على مصرفه ودائع 75 ل 100 مليون دولار بالشهر يقول لي انا عندي 100 موظف بالكريدي تيروحوا يدينوا للقطاع الخاص ما حدا يقول انه ما تدين القطاع الخاص، القطاع الخاص دينوه 60 مليار دولار من القطاع بدك لوين؟ انا بدي وصلك انه هالاموال يلي عم تجي انه ما بقى في احتمال تحطها بالقطاع الخاص، انحطت بأأمن مكان بالعالم بأي دولة هو المصرف المركزي. ما راحوا نلعبه بالكازينو او بمجازفات. طيب المصرف بالمصارف. المركزي وانا بتحدى انه نعرف شو هي القوانين يلي خلفتها المصاريف. يلي خالف القانون هو الدوله اللبنانيه القانون اللي عم لك عنه، ويلي هو تخلف عن الدفع واعلن افلاسه ب 7 اذار 2020 هو الدوله كنا اللبنانيه وقعنا أعل... كنا وقعنا استاذ نعم كنا وقعنا لا ما كنا وقعنا لانه كان الدولار ب 2200 ليره، اليوم صار ب 28 ألف ليرة من وراء هالحادثة هيدي هيدي باب أبدا جهنم أبدا فتح بالتخلف عن الدفع في لبنان طيب. هيدا موضوع العملة منه مسحة استاذ ماريو هلأ ببلد رجع خلال الكابيتال كنترول هيدا اللي خليك ترجع للكابيتال كنترول استاذ لأنه الأوريجينال سن هي مش التخلف عن الدفع هو عندما قامت المصارف بتسكير أبوابها بتشرين آه 2019 آه بدون اي سبب معين واضح يعني وفتحت ابوابها دون وجود كابيتال كنترول وقتها لانه باي بلد كان هيدا اللي المفروض يكون صار مثل ما صار مثل إيه صار وثانيا 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 بدانا, بدأنا شكرا وثانيا بدانا بتخويف العالم بشيء اسمه البنك ران هيدي كانت الخطوه الاساسيه يلي ادت لتدهور للانفجار الكبير وليس التخلف عن الدفع انا مع انه كان في غلط بطريقه التخلف عن الدفع انا هون بخطي حكومه الرئيس دياب يلي كانت المفروض تاخد تمام. وقت اكثر لحتى يصير في وضوح بالرؤيه لحتى يكون في تشاركيه باتخاذ القرارات ويكون في حديث تشاركية واضح مع, مين؟ مع مع المصارف مع اصحاب المصلحه مع النقابات مع اختلف المودعين اختلفوا. ما هيدي هي المشكله المشكله انه نحنا وهون انا بتمنى ما نرجع لانه هلا عم شوف انه انه معالي الدكتور سعاد الشامي عم بيقول انه ارقام اللي الخسائر يلي هو افصح عنا هي نفسها ارقام حكومه الرئيس دياب وهي كانت صحيحه يعني اليوم هو كانه عم بيقول انه مرقت سنه وشوي ضيعنا وقت ايه <applause> على الفاضي فهيدا ال... ما بس رئيس نياتي بس اجت حكومته قال انه نحن <applause> بدنا نبلش ونصحح بالخطه اللي كنا عم نقول نحن هيدا اليوم انا بتمنى نحكي اليوم كيف بدنا نرجع نروح بالمسار الصحيح والمسار الصحيح اولا بيبدا دكتور الحلقه انت <applause> لا بيبدا بيبدا وانا هون عم بحكي قدام معالي الوزير وأنا يعني هيدا تمنيته عند الرئيس مياتي أنه يكون مسار الـ 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 هالخطة يلي بدها تحطها هالحكومة إذا ما قدرت ومتمنى أنه تقدر هو مسار تشاركي مش بالغرف السوداء أوكي. ولا بين مجموعة صغيرة من الخبراء أول بريك علينا ومن بعد البريك مباشرة على وزير الاقتصاد ليعني لي نعطيه حقه ونعطيه الوقت لشرح بعض الأمور الإضافية بريك ونعود للمتابعة من جديد احييكم بدي اعتذر من كل المشاهدين اذا يعني الاسئله اللي عم تجي اذا بدنا نسالها حقيقه ببطل فينا نسال الاشياء اللي محضرينا رح نشوف شو شو ممكن يكون في اشياء جامعه بين اللي عم توصل واللي حاطينه وقدر الممكن اسئله الناس رح نجرب نوصلها استاذ امين بال... بالسفره اللي عملتها كانت جزء منها لجنيف ولا حضرتك التقيت بالاي اف اساسا ما كان لازم تكون هون هي وعم تنعدل الخطه انت كوزير اقتصاد لانه نحن عم نقول هلا بلا خطه نحن لا شيء الخطه عم تن... الخطه عم تتحضر انت مسافر ليش بدك تشوف الاي ام اف برا ما بتشوفون هون هي مع الهدف فريق العمل الهدف ما كان اني اشوف الاي ام اف برا هي العمل بلجنه الاي ام اف اللي هي وزير المال وزير الاقتصاد نائب رئيس الحكومه وحاكم مصرف لبنان بدا العمل عليها منذ بدايه هذه الحكومه الجديده وبالتالي الاجتماعان اللي الاجتماعان اللي صاروا انا ومسافر كان الهدف منهم اول شيء استقبال الوفد الجديد اللي تعين من الاي ام لانه صار تغيير بالاشخاص اللي هن بدهم يكونوا الفريق المفاوض تغير الفريق المفاوض وبالتالي بروتوكوليا الفريق الجديد بيجي من واشنطن بيجتمع مثل كانه بيقدم اوراق اعتماده يعني كانه أوكي. لا يبدا العمل مع الحكومه طيب. وبالتالي الجلستين اللي انا تغيبت عليهم فعليا مش هن هاد الجلستين انه اللي نحطت فيهم الخطه ونحل الموضوع ومش المسار هلالين نعم هل صحيح انه الاي اف لا يفاوض حكومه رايحه على انتخابات نيابيه هيدا وضعنا لا مش صحيح أو ما, بيعمل اتفاق بالعكس بالعكس الاي ام اف اليوم عم بفاوض يمكن اكثر من اي وقت مضى بالجوله الاولى والاي ام اليوم حريص واللي اكد على هالشيء رجع زياره السفير دوكان اللي هو اتصال مع الاي ام اف بشكل متواصل انه في اصرار وفي تصميم على التفاوض وسرعه جدول الاعمال والتايم لاين اللي محطوط لحتى نوصل لنتائج والنتائج والمرجو حصوله هو حصول نتائج او اتفاق شبه نهائي قبل الانتخابات النيابيه لقول ليش هيدا شرط على لبنان ولا تمني؟ لا هيدا تمني بس مع اصرار لانجازه ليش؟ لانه في خوف انه اذا انت فتت على انتخابات نيابيه شو في من بعدها؟ في انتخابات انتخابات رئاسيه, رئاسية بدك حكومه إيه؟ تشكيل حكومه جديده أوكي. يعني عندك ثلاث استحقاقات الخوف من قبل المجتمع الدولي والاي ام اف انه اذا فعلا هن دفشوا الاتفاق النهائي لبعض لبعد الانتخابات النيابية يمكن الأمور تتطور بشكل سلبي وتمد وتمد رحت ل 2023 لأنه البلد انتهى 21 أيار 21 أيار هالحكومة تعتبر مستقيلة حكما لا. فمضبوط الوزير العنوان الوحيد يلي استعمله اللي أطلقه السفير دي كان بهالزيارة أنه لازم لبنان يوقع الأم او يو مع صندوق النقد قبل اجراء الانتخابات طيب وهذا ب... وي... اذا هذا بيو اذا بيصير فيك... اوكي وصل لك رح... ما... ما تنسي لا بس النقطه اللي كنت عم تحكي فيها فاذا الاي ام اف عم بيقول انه مستعجل انه يوقع الاتفاق معنا صح لا. مستعجل انه ينقذ لبنان من هيدا. خلال اعطائك بالضبط صحيح اكيد هل الكلام يلي عم ينقل من الاي ام اف الى لبنان هو ذاته اللي لمسته بجنيف وواشنطن اي نعم شو نعم؟ بدهم؟ شو بدهم؟ بمين التقيت؟ قبل قبل بمين التقيت؟ انا اول شيء بجنيف طبعا ما له علاقه بشق الاي ام الوحيد اللي له إلو علاقه بالاي ام اف بجنيف كان اللقاء مع منظمه التجاره العالميه اللي هي اكدت انه بنود الانضمام الى منظمه التجاره العالميه 75% منهم مشابهه لبنود الاتفاق مع صندوق النقد، وبالتالي امر لا مفر منه هي الاصلاحات وهي تعزيز الثقه وهي تعطى انت بالانس شيت يفرجي ارقام بيقدر ينشغل فيها مع الاي هذا الشيء اللي ما فيكم تعملوه انت انتم حكومه مش قادره تجتمع هلا صح ما بنقدر ناخذ قرارات بس العمل جاري اليوم لتوصل لكل هالنتائج بس ما فيك انت تاخذ قرار بالخطه من دون ما تجتمع بس انه هل جاري العمل اليوم نحن من خلال الوزارات ومن خلال اذا بدنا نسميها الخليه او جاري العمل بس طبعا لما لما تطلع الاتفاق على الارقام وتوزيع الخسائر والكابيتال كنترول والنظره الاقتصاديه والنمو معالي الوزير من دون اجتماع مجلس الوزراء كله انت وزير اقتصاد مم. عارف اليوم شو عم بيصير بالخطه الخطه خطه التعافي؟ عارف؟ طبعا اكيد عارف, عارف شو عم بيصير طبعا اكيد عارف طبعا اكيد عارف اوكي, أكيد عارف. أوكي. طيب بمين التقيت بواشنطن؟ أنا بواشنطن كانت اجتماعاتي عم تتمحور على ثلاث أصعده، أول صعيد كان هو صعيد المجتمع الدولي اللي هو متمثل بالأي ام اف والورد بانك، اللي هن اليوم تحديدا الورد بانك الجهات الأكثر داعمه للبنان والأكثر مقدمه للبرامج ان كان م. على النطاق الاجتماعي ولا على النطاق الاقتصادي. م. الهدف من الاجتماع معهم كان انه اليوم هن نظرتهم لكل شيء عم نعمله ومثل ما تفضلوا كل الزملاء الكرام اللي معنا اليوم وحكيوا اساس المشكله هي انك انت بدك تعطي رؤيه اقتصاديه مبنيه على على اصلاح تشريعي على اصلاح قطاعي على اصلاح مالي وبالتالي نحن اليوم ركدين كل نهار عند المجتمع الدولي بالصغيرة وبالكبيرة أنه بدنا المجتمع الدولي يساعدنا مم. فكان في رغبة وكان في طلب أنه هالمجتمع الدولي شوف الوزير الاقتصاد المعني بالمرحله التاليه يعني اليوم نحن في كل هالعمل عم بيصير على الموضوع المالي وتحديد الخ... هيدا كله عم نرجع نحن نحل الامور اللي وصلتنا لهون أوكي. بس بعد ما تعطي الارقام وبعد ما تعطي التوزيع الخسائر وغيره و... بيرجع بيقول لك البنك الدولي طيب هذا كله ممتاز وانت مخبرني اياه من سنتين إيه؟ بس انا لقدام شو بدي اعمل شو انت اليوم قطاع الكهرباء شو حتعمل فيه انت قطاع النقل العام اللي بده ياخذ العالم ويجيبها لتشتغل وتدخل معاش وتادي سألوك كل الاسئله هيدي انطرحت شو جاوبتهم؟ انا جاوبتهم انه نح... هن على علم اصلا شو عم بيصير لان هن عم يدعمونا بكل شيء يعني اليوم البنك الدولي عم يدعمك بموضوع الطاقه بشكل كامل اليوم موضوع البنك الدولي راصد لك 290 مليون دولار لمشاريع نقل نحن قاعدين عم ندفع ليون هولي كوميتمنت فيز يعني لخلي المصاري لا وما عم نعمل فيهم شيء فهن بالاجتماع كان بهمهم يقعدوا مع وزير الاقتصاد يقولوا له هن شو عم يعملوا اليوم بلبنان بس, بس وزير الاقتصاد شو قال انا هيدا السؤال اللي بيهمني انا كان الهدف مثل ما قلت لك استاذ ماريو نحن هذه الحكومه جايين بمهمه انقاذيه ولتعزيز الثقه، اليوم اذا ما بتقعد معهم انت وبتعطيهم الاهتمام اللازم وبواشنطن انت عم مع اصحاب القرار، اليوم المكاتب الميدانيه الموجوده بالشرق الاوسط او بلبنان بتشتغل مع الدوله اللبنانيه، بتشتغل مع القطاع الخاص، بيرجع بيطلع كل شيء لمجالس الاداره الموجوده بواشنطن وتتخذ القرارات المبنيه على ثقه بعمل هاي الحكومه ب بمجالس الاداره يعني. انا كان عندي فرصه انه اروح على واشنطن إيه. اقعد مع رئيس مجلس اداره البنك الدولي ونائب رئيس مجلس البنك الدولي للشرق الاوسط وفسر لهم اليوم نحن كحكومه شو عم نعمل بالرغم من التخبط السياسي اللي شال عملنا شو عم نعمل على الورقه والقلم وكيف عم نتعاطى مع القطاعات ونتشكرهم على مساعداتهم اللي اوريدي ماشيه ونقول لهم كيف نحن بدنا نشتغل معهم على المرحله اللي جايه طلبوا منك شيء او سالوك عن مساله بيع اصول الدوله كل الاسئله هذه انطرحت اكيد انتم بهالتوجه انا ما ب... ما لك نحن بتوجه بيع اصول الدوله من ضمن الخطه ب... من ضمن الخطه بدك تحط اصول الدوله على الطاوله بس مش عرض بازار للبيع بوضع بلد منهار اقتصاديا اليوم أستيقى. يعني اليوم انت اصول الدولة بدك تحطها وبدك تقيمها وبدك تشوف كيف بدك تشتغل فيها، إذا ما بدك بدك تفوت بالخسخسة بدك تعمل بي بي بي، بدك تعمل بي او تي، بدك تلزم بدك هيدا تجيب هيدا الشيء أستاذ بهم بهمكم لحتى تتسكر خساير المصارف؟ نحن مش مع مش عم نجي نسوق فكرة البيع أصول الدولة، استثمار أصول الدولة أو تسنيد اللي عم بيقولوا أستاذ ميشيل، بكل تأكيد الدولة هي المسؤولة الأولى وهون ما في أي شك على الموضوع، هي بدها تكون المساهم الأول في تمويل عملية الإنقاذ نعم. بس أنت سؤالك الملح لمعالي الوزير أنه الحكومة الحكومة اليوم قال بالفم الملقان الرئيس مئاتي قال عندنا حكومة بس ما عندنا مجلس وزراء نعم. فالأمور عم تنحل بالمفرق وهيدي مشكلة كبيرة لأنه أنا كان عندي توقعات وكل العالم نحن باليوم اليوم الميت يوم تبع حكومة الرئيس مئاتي خمس ملفات الملف الأول موضوع موازنة 2022 وينية أنت ما فيك تضل متكل على السياسة النقدية فقط اليوم عم بتشوف هالكترة التعاميم وغيرها لأنه ما في سياسة مالية من مطرح تاني بدك توقف العجز بالموازنة بدك تشوف بدك تجتمع حكومة حتى خليها تطلع من وزارة المالية بالأول <applause> الموضوع الثاني الموضوع الثاني أنا كنت متأمل إنه قبل آخر السنة يكون مضينا مع صندوق النقد بالأحرف الأولى م. الموضوع الثالث نحن موضوعين موعودين عشر ساعات كهرباء كنا بآخر السنة وين الموضوع الرابع وين البطاقة التمويلية يلي عم يحكي الرئيس مئاتي عن عن في مشكله بالانبوب بين لبنان وسوريا على مدى بدي عشرة انا بدي امشي مع الانبوب كيلومتر كيلومتر أوه. العالم قاعده على الشمعه لوك نحن على الميلاد نزال على الاشرفيه نزال على غير مطارح بتشوف انه العالم على الشمع طيب يعني والموضوع الاخير موضوع وهو نازل بالبيان الوزاري ترمي ترميم العلاقات مع الخليج يا زلمه روح شوف الخليج شو عم بيعمل اجت لعندكم الحكومه لحتى تتشاركوا انتم وياها بالموضوع اجت لعندنا الحكومه نحن عم نلعب صفينا دور الشادو جفرمنت الهيئات الاقتصاديه يعني حكومه الظل حكومه الظل اجا من ست ايام لعنا مجموعه من الوزراء وكل الاجهزه الامنيه مشان تنشوف كيف بدنا نحل قصه التهريب، هيدا التهريب اللي عم يقتل التجاره الشرعيه كيف بدك تحلها؟ يستنزف لبنان كيف بدك تحلها؟ هيدا الوزير محمد شقير بالصيفيه حل طرح سفارة السعوديه خريطه الطريق انه اولا بنجيب بيرو فيريتاس صادق على كل المنتجات اللي بتنشحن بعدين برصرس الكونتينر من مرقه بالسكانر السكانر بتراقب السعودية من مطرح ما هي من هونيك سكانر من طرابلس لبيروت ما قدرنا نقل لا حبيبنا نحن عم نجي نقول بدنا نعمل هلا بايلوت بروجكت بمرفق بيروت مع موافقه الكل اوكي هلا الاشكاليه الصغيره هل بس بصح او ممكن بجوز لشركه خاصه مثل فيريتاس انه يكون وجودها ضمن المرفق ولكن في نيه جيده اذا هيدي مشيت بنكون حلينا نحنا مشكله كبيره مع الخليج قديش عاطين حالكم وقت يا من سكانر يا بدنا نحلهم امبارح ليش استاذ ماريو لما انت مثلا السلعه الزراعيه او المنتج الصناعي بغيب عن الرفوف بالسعوديه اذا غاب شهر شهرين بيجي بحل منتجات من مطرح ثاني وما في دقنة قوه بالعالم ترجع بترده مم. فاذا نحن بسباق مع الزمن بهذا الموضوع السكانر رح بيكون مربوط البارك. امنيا بعد الدول العربيه السكانر بيكون مربوط يعني ان ريل تايم تشوفوا شو فيه اصلا بالاردن على الحدود في ذات الشيء نحن بدنا نوصل لمطرح نقدر نامن امورنا هلا السفاره السعوديه وافقت على خريطه الطريق بس الدوله اللبنانيه ما وافقت يعني وافق آه. القتيل ما وافق أه؟ مشكلة البيرو بعد ما وصلنا ونحن عم بقول لك المباحثات بلشت بالصيفية جينا كهيئات اقتصادية تعرفنا كان في اجتماع مجلس الأعلى للدفاع بالقصر قلنا نحن عندنا طروحات وافقت عليهم السفارة السعودية ونحن رح نمول خلونا نجي نحضر الاجتماع إيه؟ بيجي المسؤول الكبير بالقصر بيقول لي انه بتعرف م... ما, بشرح اليوم القضيه ما تسمي الناس بدها تعرف مين المسؤول انه بتعرف في حضور كفايه ما حد ساعه حول الطاوله مين يعني, يعني الوزير جاي ما بهم لا ما ما بهم المهم لتشوف كيف نحن عندنا هال هالاراده هالاراده الجباره والحديديه ما ولكن محل بالقصر يعني ما بدنا خطتكم صح ولا لا؟ شو لك اه. شو لك اه. انا اليوم انا لنشوف اليوم لنشوف الرئيس مياتي شو رح يقول وعندي امل بموقف الرئيس مياتي اول شيء بيرو اول واحد اتصل فيه أنا بيرو فريتاس منه مسؤول بس بيرو, بس بيرو بس عن الجوده بموضوع المخدرات ما له علاقه لا مش عم شاركك سكانر عم نحكي عن المطابقه انه اليوم بموضوع المخدرات ما لهم عليها سكانر دروب. سكانر طيب. والاجهزه الامنيه عم نحكي خليني بس صحيح. صحيح. يعني صحيح. انا بتعطيني شويه وقت مش عم بحكي تفضل تفضل نحن بتعرف ما عليك نعرض, نعرض الكابيتال كنترول على سعر صيرة في 20000 تذكر التعميم لما انعمل ب 8000 كيف شبه الدولار كيف لو معمول على 20000 وانا هذا اللي عم بساله للحكومة يعني ما بعرف اذا انت مطلع عليه يعني لو يمرق هذا كان عامل كارثه لو يمرق انه نحن بدنا نعطي الموضع على 20000 ليره وكانه الحكومه عم تشتغل شوية شعبويه انه ترضي المودي لو تمرق التعميم على 20,000 ليره كان الدولار بغير سعر طيب اليوم طيب انا بدي افتح رح تاخذ وقتك بوعدك خليني بكفي بوعدك خليني بس بدي احكي شق اجتماعي كثير ايه بس انا سؤال لك عم بتقول لو اقر الدولار على 20,000 السعر صار رفعوا 23,000 ما بعرف بدي صار سؤال كان الدو كان الدولار البنك على 3900 وصل الدولار ل 28,000 لا لما صار ب 8000 ضرب 28000 خليك معي شوي ماريو يعني هيدي عمليه حسابيه تفضل بدي افوت فيها انا انا بدي اسال معالي لأن انه الحكومه اليوم انا شايف الحكومه تخليها عن دوره يعني اليوم في معالجات انيه المفروض تعالجها اجتماعيا قبل ما انا احكي عن المودع انا بيهمني الموضوع الاجت... الاجتماعي والشق الاجتماعي والشق الصحي قبل المودع المودع لحق علي انا شو اللي عم بيصير هلا عم بيصير التركيز على المودع كل ما نحن رفعنا الدولار واللولار كل ما رفعنا له سعره لا نقدي كل ما زدنا الكتله النقديه بالسوق كل ما ارتفع الدولار وهذا الموظف اللي بيقبض مليون ونص ومليونين عم نخنقه انا في عندي حل وبدي اسال معاليك اليوم معاليك انا ما عم بفهم شغلي وهيدا صرت طرحها بمجلس النواب اكثر من 10 مرات انه الموازنه حتى طرد هلا بال2022 انا خايف تجينا كمان على 1500 ليره يعني إيه بعدنا آه على موزن. 1500 في انتم بهالتوجه ولا بعد ما شفتوا بس... ولا الموازنه انا ليك الموازنه تقدمت المره الماضيه <applause> لا لا شو اللي عم بيصير لعنا مشكله نحن باداره الدوله كلها سوا موازنة المرض ما تقدم على 1500 دينا يعني عايشين الشباب ما بدهم يعني يتحملوا مسؤولية شيء انا اللي عم بسال سؤال نحن اليوم عم نستورد كنت انا طرحت على دوله الرئيس الحريري يوم مثلا ما كان بالحكومه انه نحط 3% نحن ضريبه لنقدر نساعد الصناعيين ونمشي الاسكان وصار جدل كثير كبير عليها لهلا عم ندفع نحن 3% تامين بعد ما في شيء قل راحوا بطل انه قيمه لانه هلا عم يقبضوها على 1500 3% كنت أنا أطلب ثلاثة ضريبة على شو؟ ضريبة على, على الاستيراد اللي كل أوكي. المواد اللي عليها تي في غير ضرورية يوم اتفقنا هيك بالمجلس والمجلس النواب كله قدرناها بتعطي بحدود 300 مليون دولار بالسنة نعم. لنقدر نساعد الصناعيين للتصدير ونساعد كمان الموضوع الإسكان فاتوا بالموازنه واختفوا ليه؟ لحد هلا ليه؟ لانه ما في اخي انت تحط... مش وزير ما بدك تقلي حط... ما لك شغلي إيه؟ ما لك شغلي قد ما تحط اليوم انت بالموازنه كله بيطير ليش؟ يا اخي عايشين بدينايل لما كان عم ينطرح بمجلس النواب انه نحن بدنا ندين 10000 مليار ليره من البنك بالمصرف المصرف لبنان على 1% يا اخي مين بدفعها يعني... يعني يعني في مشكل ما في اداره بالبلد في مشكل ولا مش فاهمين اقتصاد انا اختصار. اليوم بطلب اليوم من الرئيس مياتي اليوم الصبح بكره الصبح يروح يعترف انه الدولار بطل 1500 ليره وياخذ في ا والجمارك على سعر الرسمي اليوم نعطيك متى انا عملت دراسي نحن تقريبا عم نستورد ب 9 مليار دولار حاليا في من اصله 4 مليار ونص محروقات منهم من 140 مليون بنزين والباقي في اشياء خاضعه على في وخاضعه عم نحكي عن المواد القصص الثانيه في عائديه اليوم 840 مليون دولار بين تفي ا وبين جمارك انا ليش بدي اوضع 50 مليون وبلاقي اليوم واحد مش قادر يفوت على مستشفى بلاقي يعني اوكي خليك عم بتقول لهم حطوا حطوا تي في اه على السعر المضبوط لحتى تقدروا تدعموا الناس شو بيجوك ما هو بس بس من, من 31 12 من سنه محطوط على السعر المضبوط بس, بس خليك المزبوط بس خليك خليك كفي فكرتين عم ينعبد بهيك قولها خليك كفي انت اليوم بتستورد بعض هيدا تضخمي لا لا مش موضوع تضخم هو سعادة النايب بس خلي خليكي بس انا احكي بشغله صغيره خليني اوصل فكرتي انت اليوم بتستورد بضاعه بالدولار بتدفع تي في اه عليها على 1500 ليره ابدا مظبوط على سعر الفعلي انا بتفعل. هلا بس تستورد من سنه على سعر الفعلي على الجمرك عم بحكي عن التي في اه الجمرك الجمرك على السعر الفعلي عم والجمرك كيف عم بدفعه الجمرك, دولار دولار عم الجمرك على 1500 طب فرق فرق على 1500 جمرك بس تي في اه عم بيشتري بس خليك معي شوي نحن اليوم عائدات الدولي من التي في او الجمرك حاليا هي 840 مليون دولار لو نزل كثير عنا الاستيراد في عم نقبضهم 50 مليون دولار فعلي نحن يعني نحن عم المفروض نقبضهم 25000 مليار ليره رواتب الدولة كلها سوا بالقطاع العام هن 9000 مليار يعني قادرين نحن بهول 25000 مليار ندوب القطاع العام هلا علي بتقولي تضخمي بس انا رح جاوبها بندوبل بس رواتب القطاع <applause> العام وهول 16 15 ستار بنحطه على الشأن الصحي يا عمي مستشف... لا مستشفيات بقي لا اطباء بقيوا يعني بالاخرة النهار نحن عم ندمر المجتمع اليوم عم نحكي عن العائلات الاكثر فكرة مين في فطره على المستشفى اليوم انا قبل عم وعم شوف موضوع المزوت والمحروقات طب مين بده يشتري اليوم تنكه مزوت او برميل مزوت ب 4 ليره وهو مريت مليون ونص فواتير الكهرباء يعني في هذا الجزء يا خي ما انا اللي عم بستورد انا اللي عم بدفع لان لو ما معي مصاري ما عم استورد دفعوني الضريبه اللي مثل ما وساعدوا فيها الناس المعطره اللي بتحترق سلافه بس بيصير يعني القدره الشرائيه تبعك تضرب اكثر انا طول بالك انت عم تحكي عن تضخم الست علي عم تحكي عن تضخم لا بس انا يعني ما طلعت الدولار من 25 ل 27 نص 10% طيب انا بس يلي بدي اقوله نقطتين اول نقطه انه بعد نسيت أه لا رح ارجع ما هي رح هون بنلم بالاذن من علي وهون بنلم الكتله النقديه من السوق اذا بدنا نحافظ على على دولار مقبول ما هون لما عم تاخذهم الدوله عم تلم الكتله النقديه من السوق انا بس اللي, اللي عم اقوله انه والنقاش اللي يلي هلا عم نعمله آه هو بس بيفرجي انه بعدنا نحن عم عم يعني آه عم ناخذ كل موضوع على حدا بدل ما نجي ننظر لهم بالطريقه الكومبريهنسيف الشامله اللي المطلوب يعني أنا ما فيني لوين ايه رايحين لشو اذا فينا يعني اليوم فينا ما فيني انا سالت شو الرابط بيناتهم الرابط بيناتهم هذا اللي بدي اوصل يعني اليوم انا ما فيني احكي عن موازنه 2022 اذا ما كنت كمان رابطه ب توجهي لحل المشكله المصرفيه النقديه لاقدر اعرف وين ممكن أه أه و يعني كلامي او او مفاوضاتي مع صندوق النقد لاقدر يكون عندي فكره قديش تمويل بده يجيني لحتى اعرف وين بده يتثبت سعر الصرف، ما كل الامور مترابطه بعضها ببعض، مشان هيك استاذ ماريو بنرجع للقصه انه اليوم أه لازم ضروري ما نرجع نفوت أن فرصه انه هل هل العمل الجاري على إعادة صياغة خطة مالية اقتصادية نتمنى مش بس مالية مثل ما كانت بوقت حكومة الرئيس دياب هي اليوم نحطها على الطاولة ويكون عندها المكونات يعني الثلاثة أو الأربعة اللي بدي مكون هو مكون مالي ونقدي وبيسمح بوقف الانهيار وهون بيجي موضوع الكابيتال كنترول إعادة هيكلة المصارف قرارات إعادة هيكلة الدين وكومبوننت والاكيد السياسه الماليه والكومبوننت المتوسطه الاجل يلي هي خيارات السياسه الماليه وين بدنا نصرف كيف كيف بدنا نزيد الايرادات الى ما اخره وهيدا نحن بدنا نعمله نتقدم بمفاوضاتنا مع صندوق النقد يعني انا ما فيني اجي اقول لانه اجى السفير بيير كان وقال لنا لازم تخلصوا الام او يو او إيه لازم انا اركض وخلصوا يعني شفنا شو عملنا بساد اجوا قالوا بدنا نعمل مش عم يا ست بس, بس, بس انا اللي عم بقوله انه نحن مش انا عم بقول عم, عم بقول بقول كمجتمع نحن علينا فور وانس من بعد سنتين من الأغلاط نقعد نجي نقول ش ش ش هالخطة اللي بتعملها <applause> الحكومة خلي وصل. يكون فيها نقاش مجتمعي خلي لأنه اليوم لنقدر نتقدم مع المفاوضات بين صندوق النقد بيطلب صندوق النقد ثلاث أشياء <applause> نحن لازم نطلبها قبله <applause> هو عادة <applause> أولا أنه نحن هيدي تكون الخطة comprehensive شاملة للموضوع المالي الاقتصادي الاجتماعي <applause> ثانيا عم بتأسس شو نظرتنا نحن لل... كدولة يعني الاقتصاد صح عم بتأثر وعم بتأسس للنموذج الاقتصادي والاجتماعي تبعنا ثانيا بده يطلب منا وانا هلا بعدني جاي من تونس وهيدا طلبه مثلا من الحكومة التونسية صندوق النقد بس هيدي كمان نحن مطلبنا انه يكون في مقبولية مجتمعية يعني يكون في لوكل اونرشيب اللبنانيين لازم يكونوا مجتمعين موقفين على الخطة شفنا كثير تجارب بلدان استاذ ماريو وقتها ما بيكون في قبول مجتمعي لاي خطه ماليه فيها تصحيح وفيها تضحيات اضافيه وخاصه من بعد التضحيات يلي عطوها اللبنانيه خلال هالسنتين ممكن نرجع تكون هي مسارها يتعسر فمن هون هيدا هو الشرط الثاني بس الشعب بخطه بتوجع بده يكون مصدق انه إن اللي عم يشتغلوها صادقين مش, إن هيك, بنجي مش إن هيك بنجي على موضوع شو الثالث الموضوع الثالث اللي هو كله خصه بامور الحوكمه والقدره على تطبيق الاصلاحات واليوم على المسارين موضوع الحوكمه والمحاسبه والشفافيه هو موضوع ناقص ومشان هيك اليوم في مطالبه خاصة قبل الانتخابات انه تكون اي اصلاحات هي قائمة على مبادئ استقلالية القضاء يلي بتسمح لزيادة الشفافية، محاسبة يلي الناس يلي انعملوا عملوا اخطاء لانه ما فيك انت تيجي تطلب من الناس تدفع ضرائب زيادة وقتلجها والناس يلي هي عملت هالاخطاء بعدها هي مسؤولة عن إدارة المرحلة المقبلة، وبالنسبة للقدرة على تنفيذ الإصلاحات عندنا وقال أستاذ ميشيل عندنا مشكلة بالإدارات العامة، اليوم في ترهل إداري وخاصة على موضوع السياسات الاقتصادية، يعني وأهم إكزامبل هو اللي طلع هلا أخذنا قرار تعميم زيادة ال 161 161 وحتى رفعه لـ 8000 أم. بدون ما ندرس شو عواقبها على التضخم يلي هي آه آه يعني على التاكس على الجميع على الانكماش الاقتصادي على قدرة وزارة الاقتصاد انه تقدر انه تلحق الاسعار أوكي. يعني عندنا هالثلاث امور الخطه التشاركيه المجتمعيه وقدرتنا على تطبيق الاصلاحات على اساس اطر حوكمه جيده يقدر تقدر تعيد الثقه بانه المسار المستقبلي هو المسار الصحيح أوكي. استيز استيز ماريو. انا اللي بدي اقول انه الدرك اللي وصل له القطاع العام ما بقى مقبول الدرك اه إيه أوكي طبعا وشروط المعيشه تبع موظفين القطاع العام مثل القطاع الخاص كمان ما بقى مقبول لدرجه انه في مدير عام بالدوله نعم بيقول لي انه لما بيشوف يعني الموظفين عم بيواظبوا وهو عارف قديش كلفة التنقل وكذا لما عم بيجي يوميا صار بيصيروا شبهة بيقول شو جاي يعمل هيدا بيكون عنده غاية في شيء في شيء براني يعني يعني هالقد الوضع صعب أوكي. أنا اللي بدي أقوله نعم للمشاركة بوضع الخطة وأحد إذا بدك إحدى الخطايا اللي ارتكبتها حكومة حسان دياب إنه ما كان ما أشركت لا المصرف المركزي ولا جمعية المصارف ولا الهيئات الاقتصادية نحن كهيئات اقتصادية منجيب معنا المصداقية الاقتصادية والمصداقية الاجتماعية ورح أقول لك كيف المصداقية الاقتصادية أنا بقول لك اليوم مثلا أنه بموضوع القطاع التجاري اليوم التاجر العادي مش قادر يعني من مدخوله يدفع فاتورة المزود اليوم هيدا النهار هيدا الأحد قبل خمسة أيام من عيد الميلاد كان نحن كقطاع تجاري كنا تقليديا نبيع مي 250 مليون دولار كل لبنان كل تجار لبنان اليوم تقليديا يعني لحد اي لحد أيضاً. 2018 نعم نحن اليوم بعنا بين العشرة 10 و15 مليون كل لبنان كل بكل لبنان كل تجار لبنان عم نحكي بنهار واحد بنهار أكيد واحد نزلنا من من 250 ل10 12 ذات الشيء نحن كمان جمعية تجار ميروت في دور السينما موجودين عنا بيقولوا لي المداخيل ما بكفوا تنعبل ترجمة الفلومة من الإنجليزي للعربي بدي اقول لك من الناحيه الاجتماعيه نحن مواكبين موضوع الضمان الاجتماعي واللي قاله الاستاذ ميشيل معه حق 100% بالماضي. بالماضي كان المريض يدفع 10% والضمان 90 اليوم انقلبت الآية أكثر بكثير يدفع 99 يعني اللي هو المهم انه وصلنا لهون شو عملتوا بلجنة المؤشر؟ نحن بلجنة المؤشر اعطينا شغلتين اولا التعليم زدناها من مليونين لأربع مليون وثانيا بدلات النقل ونحن سبقنا الدولة بهالموضوع طلعنا من 24 على 65 ألف ليرة بالنهار فنحن مشينا فيها نحن كهيئات اقتصادية نوازن على طول بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ولكن كل هيدا بحاجه بس الى حكومه اجتماعاتكم وقفت لانه الضمان طلب ادخالها باساس لا، 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 الراتب ولا مغلط؟ لا ولا لا الضمان لانه عنده مطالب اضافيه يعني كان اذا بدك الموضوع موضوع الاجر تحول الى موضوع ضمان نعم نحن بالمطلق كهيئات اقتصادية بدل ما نزيد الإيرادات منفضل على طول نخفض نفقات طيب. لأنه ما عندها مفعول إنعكاسي على الاقتصاد وما عندها مفعول تضخمي فمشان هيك نحن لازم نمشي بموضوع تفعيل الاقتصاد عبسا نحاول اذا بدك دوزنه الامور الماليه دون النمو الاقتصادي واليوم النمو الاقتصادي سلبي ومشان انت توصل لهون انت بحاجه لثقه مشان يصير في استثمارات من الداخل ومن الخارج بريك ثاني ونعود لي نبدا المحور الثالث مع وزير الاقتصاد لبحث ايضا يعني السؤالات اللي عم تورد واللي موضوعه معنا بريك ونعود للمتابعه من جديد احييكم واتابع عملا بحق الرد بالبدايه في رئيس بلديه جزين بيقول انه ابلغوني انه يعني انه انا قلت انه رفض تركيب عدادات للمولدات هذا الامر غير صحيح لا بل التزمت او الزمت جميع المولدات في المنطقه بتركيب عدادات انا قلت انه احدى البلديات بالقضاء بكل الاحوال ايضا لك معالي الوزير انا بعتذر انه عم بستعمل تليفون على الهواء بس لاني آه كمان احد من آه من بلديه عم بيقول انه نحن تقدمنا بطلب بمراقبه الاسعار عبر تدريب عناصر الشرطه ولم نتلقى اي جواب حتى تاريخه الطلب مسجل اصولا منذ 2 شباط 2021 هيدا بلديه عم سجلها عندك بيحفز يزعلوا مني انا اكثر منك طيب. 2 شباط ما تزعل الرئاسي آه. يا معلم ما تزعلون 2021 بنحبهم نحن طيب التقيت بالوورلد بانك صح البنك الدولي نعم موافق معكم البنك الدولي على انه ينصرف البي ار تي من اجل تمويل البطاقه التمويليه ولا انتهى هذا الموضوع نحن يعني من جزء من سلسله الاجتماعات اللي انعملت مع البنك الدولي لانه اتطرقنا لكثير مواضيع مع البنك الدولي لانه مثل ما بنعرف هو عم يدعم بعده مجالات يعني بالشق الاجتماعي بالشق الاقتصادي وغيره موضوع البي ار تي آه البنك الدولي آه طرح معنا الموضوع وسالنا يعني بس نكون واضحين نذكر هو 205 وخمسة 295 وخمسة مليون دولار مزبوط. لعمليه النقل نقل بيروت صح صحيح اوكي اللي آه هو تقنيا تقنيا بعد مرور يعني سنوات على وجود هذا القرض والوضع العام ببيروت تقنيا وهندسيا البي ار تي يمكن صعب انه يتنفذ الريلوي ببيروت مم. لا وضع المباني ووضع الطرقات والحاجات الهندسيه اللي مطلوبه لهيك مشروع نظرا للمخالفات اللي صارت بعدين لا طبعا كل المخالفات اللي صارت ضيقت اطار تنفيذ مشروع بهالهندسه الدقيقه داخل مدينه مثل مدينه بيروت لا. بس البنك الدولي حريص وما زال يشدد باخر زياره انه نحن مثل هذا القرض مستعدين نعطي قرضين وثلاثه كمان بس نحن اليوم هذا القرض بدنا نشوف انتم شو حتقدروا تعملوا فيه، يعني قبل ما نوصل على الاي ام اف وقبل ما نوصل على غيره، نحن في مرصود 295 مليون دولار موجودين لمشروع نقل. واقفين؟ لا مش واقفين هلا اول ما بلشت هذه الحكومه وانطرح هذا الموضوع، وزير الاشغال بادر وقال انا بدي بلش ادرس امكانيات توظيف هذه الاموال بمشروع يخدم النقل العام. هلا في وزارة الأشغال على عم تشتغل وعم تتواصل مع باقي الوزارات المعنية ومع رئيس الحكومة أنه كيف نحن ممكن نستفيد من هذه الأموال لمشروع نقل عام لأنه النقل العام اليوم بحديثنا مع البنك الدولي اللي يرتبط بكل الإصلاحات للبنك الدولي ينتظرها من لبنان ليقدر يكبر كمان يعني المساعدات للبنان ويتابع باللي موجودة هي أنه بده يشوف هو شو حتعمل هالحكومه بالبي طيب. ار تي هل حتخصص هل حتخصص هالاموال لمشروع يقدر يتنفذ يعني كل الموافقات اللاحقه على آه. اي مشروع بده ينطرح ويوافق عليها البنك الدولي مشروطه بانه انتم تنفذوا كدوله كحكومه تنفذوا البي ار تي بشكل شفاف واضح البي ار تي وغير البي ار تي يعني بس بالدرجة ال الأولى يعني هودي مصريات وحاضرين وفي غيره مصريات وحاضرين يعني الاي اس اس ان مثلا تبع العائلات كمان مصريات الأكثر وحاضرين الاكثر فقرا و... كمان مصريات وحاضرين وبده يشوف البنك الدولي كيف حتتنفذ واهم شيء انه ما يستعمل كبطاقة انتخابية وحيكون يعني حيكون نظرة البنك الدولي بالمجهر على هالموضوع طيب. نحن البنك الدولي بده يساعدنا باستجرار الكهرباء مزبوط ولا لا؟ اكيد شو شرطه؟ البنك الدولي اليوم لما قعدت انا وياهم عم بحكي بقطاع الكهرباء وبلشنا نحكي بالمشاريع الموجوده والمشاريع اللي بدها تجي هيئة وين؟ ايه الهيئات الناظمه اول شيء هلا حكيت بالطاقه وحكيت اقتصاد هيدي جوله رئيس حكومه <applause> مش جوله وزير اقتصاد لا لا ما. هلا هيدي هن جوله وزير اقتصاد مسؤولي. لانه هو اليوم بيقول لك انت اذا بده إخ... اذا بدي احكي انا وياك اقتصاد لا. انا اليوم بقول لك مثلا ترشيد ماليه اصلاح اداره اصلاح قطاع تطوير بنى تحتيه اقرار تشريعات بدنا ننفذ بالكهرباء شو طلب منك بالكهرباء طلب مني انه انتم قبل ما نحن نحكي بتمويل مشاريع لا. وبناء محطات كهرباء جديده لنقدر نضوي 24 على 24 ساعه <applause> انتم قادرين اليوم تكفلوا انه انتم بتعملوا جبايه فرجونا اول شيء على الورق اللي موجود على الورق كيف بده يتحاسب اللي على الورق يعني انت اليوم في اشياء فيك تحصلها اليوم موجوده بين ايديك فرجيني كيف بدك تحصلها قبل ما أنا أبني لك معمل جديد يا أستاذ أمين أنا عم دوخ نحن على أساس المصريات وافق البنك الدولي على استجرار الطاقة من الأردن ايه ولا, لا لا ولا لا لا من مصر لا لا هذا متفق عليه هيدا لا أنا ما حتى ما, ما نخلط المواضيع موضوع آه الدفع لا الغاز من مصر وافق عليه البنك الدولي وماشي خلاص ما يعني مش هامه كيف نعمل جباية لا ما له علاقة بالجباية اليوم البنك الدولي عم يشتغل على تراكين في تراك اللي هو المرحلة الإنقاذية اللي هي هلا وفي تراك الثاني اللي هو النمو الاقتصادي والمشاريع القادمة وارتباطها بصندوق النقد والاتفاقية معه لا. استجرار الغاز ودفع الكلفة اتفق عليه وماشي بين البنك الدولي وبين الأمريكان وبين الحكومة اللبنانية هيدا ماشي مم. ونحن فكروا انه ماشي حتى قبل ما يشوفوا شو بدنا نحقق مع ماشي بين مع النقد لانه بعد المصاروي مش اكيدين انه بيقدروا يقدروا يقفوا قانون ايسر بعد في بعد في لا لا في تطمينات امريكانيه 100% بالمية بدهم على الورق بدهم على الورق لانه الخارجيه شيء والخزانه شيء ثاني مزبوط بس 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 الاداره الامريكيه عاطي بشكل واضح التزام انه قانون قيصر ما حيوقف استجرار النفط من مصر يعني ما نضل نعطيها هذه جو سلبي لانه بدها تمشي بدها تمشي صحيح اذا ما مشيت نحن اول المتضررين قبل يعني. ما اترك هذا الشيء لنروح شوي على الكابيتال كنترول هل تلقيت وعد فعلا من رئيس رئيس مجلس اداره الاي ام اف انه سيزور لبنان؟ رئيس مجلس اداره البنك الدولي سيزور لبنان وجاي يعمل لي زياره ب 29 شهر البنك الدولي اه البنك الدولي ايه البنك الدولي بس الاي ام اف انا اجتمعت هنيك مع رح يجي رئيس مجلس اداره البنك الدولي يزور لبنان ب 29 هيدا الشهر ب 29 هو عنده زياره بتبدا ب 27 وانا رح اشوفه ب 29 بدك تقدم له شي عرض؟ لا انا بدي اعمل له فولو اب على الزياره انه إيه؟ من بعد الزياره اللي نحن عملناها شو الرسائل اللي نحن تشاركناها مع باقي الوزراء مه. وشو الامور اللي انطلبت منا لحتى نقدر نستكمل مسيره المساعدات مع البنك الدولي مه. والبحث بالمشاريع الموجوده وكيفيه التحرك فيها مثل البي ار تي وغيره يعني نعم ولا IMF كنت عم تقول شيء وانا قطعتك لا انا كنت اقول انه لقاءاتي مع الاي ام اف كانت مع المدير التنفيذي محمود محي الدين اللي هو زار لبنان اللي هو بيمثل الفريق الذي يساعد لبنان بإنجاح محسن. مفاوضاته مع الاي ام هذا الفريق اللي انا اجتمعت معه بواشنطن هو الفريق فعلا اللي بيعمل دعم للبنان بموقفه مع الاي ام اف وبيقول لك كيف وين تحسن ووين تطور وكيف تتعامل مع بالمفاوضات يعني هذا الفريق بيشتغل معنا اللي انا اجتمعت معه هناك مش الفريق المفاوض اللي زار لبنان شو ناطر بدك تقول شيء سؤال ناطر سؤالك زعلان مني لانه مش عم يطلع لك وقت كثير بعرف طيب كابيتال كنترول هو مسألة شراية وقت واحد والتعميم هي مسألة شراية وقت لتكون هالخطة بينت لا لا الكابيتال كنترول عمل بكره الصبح ثلاث اسطر وليش قلنا سنتين فيه؟ لانه بتحت ما يسمى الكابيتال كنترول بده فيه كل مصطلحات وهون بدي جواب نقول انا لا انا ما فهمت عليك، شو يعني مصطلحات؟ <applause> بدي تحكيني كلام افهمه يا اخي انا الكابيتال كنترول قدمته بتشرين تاني 2016 ثلاث اسطر كثير منيح اعطاء س... ص... صلاحيات المصرف مصرف وضع الضوابط على التحويلات فيك تقول لي يعني انت بتاخذ 10000 دولار بتحولها لبرا اذا اليوم بتحولها لحسابك برا ما <applause> لك اياها <البنوكي. تصفيق> وهلا برا شو اساسا <applause> يعني عم انا يعني اذا يعني كنت تعبان وشاغل برا وجاي حاطط مصرياتي اذا بدي اطلع اتحكم برا ما بتعطيني مصاري؟ لا انتبه لشغلي في انا يعني فأ... عم بتقول سطرين شفت ليه؟ ايه وضع ضوابط على التحويلات مثل الدولار الطلابي يعني انت مفروض يعني حتى اليوم القانون قانون الكابيتال كنترول المعالي ما اطلع عليه انا سؤالي كان بالمجلس قدام النواب كله وللوزير الماليه يا اخي انا بعرف ما يكون في كابيتال كنترول بيتحدد رقم المبلغ اللي فيك تطلعه معك من المطار مش موجود كل الموجود انه هون تكون بعمليه تسليف ايا كان نوعه البنوكي لانه لا تغطي القصه اللي كان عم يحكي عنها الاولى اللي هي اللي راحت سلفت 8% منها للدوله اللبنانيه. استنزابيه يعني؟ الاسن... لا اليوم استسهلت البنوك لانه ما في داعي كنا بدنا 200 مليار ودايع نحن، استسهلت البنوك تدين للدوله اللبنانيه، وانا برايي هي المصيبه اللي وقعتنا هون، لو ما في مصاري وهلا اللي عم نحكي عنه لما كان معنا مصاري بالبنك المركزي انا بقول لك شغله من بعد ما فلسنا بلاش نفكر. وهي طلب بعد ما فلسنا نحن دائما هيك بس نفكر, هل... نفكر. انه هلا صار بدنا 300 مليون دولار لنعمل المشترك مشترك ببيروت امبارح كبينا 9000 مليار 9 مليار دولار على دعم عشوائي من الكاجو تهريب على سوريا انه معلش اليوم معقول خطه دولة تبلش دعم بالكاجو 13 شهر بتشيل دعم على الادويه انه في شيء منه مزبوط بس سعاده بس بحب اوضح نقطه انا بالنسبه لموضوع الكابيتال كونترول انا الكابيتال كنترول طلعت عليه طلعت عليه وكان عندي انا عده ماخذ على اول شيء اليه تنفيذه وتوقيته والبنود اللي فيه انت كنت عارف فيه أنا كنت عارف فيه واطلعت عليه بس أنا من الأساس كان عندي مشكلة إنه كيف الانفورمال كابيتال كنترول العمل اللي نحن عايشينه اليوم اللي <applause> هو استنزف أموال الموديعين كلها أصلا يعني عامل كابيتال كنترول المصاري ظهرت ظهرت والموديعين استنفذت أمواله يعني مبدا الكابيتال كنترول اليوم الاي ام اف الكابيتال كنترول مش باولوياته بنضل نصوب انه الكابيتال كنترول مطلب مطلب بالاي اف بس الاي اف شو بده من الكابيتال كنترول بده الكنترول ضمن خطه ضمن خطه وهدفه من الكابيتال كنترول انه المصاري اللي بدها ترجع تفوت على لبنان كمان يكون لها كنترول كيف تطلع لانه الاي ام اف بده يشوف بد... عند المصاري لانه الاي اف اليوم بده يشوف الاستثمار بده يشوف مستثمر جاي عم بحط مصاري بلبنان ليطور الاقتصاد أنا ما أخذي كان على الكابيتال كنترول أنه إنه نحن اليوم عم نصرع الكابيتال كنترول هلأ هلأ عم نحكي بفترة هالأسابيع بوقت هلأ الغايات المطلوبة من الكابيتال كنترول شبه منتفي صحيح. أنا عدل ليها أنت وزير اقتصاد المصاري اللي طلعت طلعت باقي الكابيتال كنترول علي انا اللي مش قادر هز دولاراتي مزبوط يعني الكابيتال كنترول اليوم عم ينظر له نظره للاسف مش هيك انا ما تطرقت له وتطرقت لبعض له البنود فيه المتعلقه مثلا بقطاع التامين لاني انا عندي دور رقابة على شركات التامين وصل له بس قبل نقطه يعني انا بفهم انه وزير الاقتصاد بحكومه الرئيس ميقاتي غير موافق على مشروع القانون يلي نزل على مجلس النواب مش غير موافق على يعني المشروع مجلس النواب. مش مختلفين بس بدي رأي مش غير موافق يقول. على المشروع، غير موافق على جزء من بنود هذا المشروع مم. وعلى توقيته يعني العجله هلا انه الاي ام اف بده بده الكابيتال كنترول، بس الهدف من الكابيتال كنترول هل هلا اذا اقر اليوم او بكره الصبح يخدم هذا الهدف؟ اللي هو هدا مطلوب هدا نقول. ما فيه من الشركة ما في من الكابيتال كنترول الا التيتر تبعه طيب أولى. إيه؟ <تصفيق> أنا, <تصفيق> أنا مش ناسي <applause> القطاع التأميني خليني أعطيك رأيي بالكابيتال كنترول أنا بشوف أنه بعده برضه حاجة من صندوق النقد وحاجة من لبنان ليش حاجه من صندوق النقد؟ لانه الصندوق هو اسم على مسمى، عم بيجي بينك مصاري، ما بده انه المصاري يفوتوا دهر. من الباب ويظهروا من الشباك، بلش هون متفقين على اه متفقين، ده. اما الموضوع الداخلي، اما الموضوع الداخلي، انا للامانه بقول انه لجنه المال والموازنه ولجنه الاداره والعدل عملوا شغل، يعني قضوا اشهر عليه هذا الموضوع، واجا مشروع من الحكومه يعني اذا بدك ما اخذ كثير من معطيات هل... ال... ال... يعني القانونين او النسختين الموجودين، انا كان فضل انه ياخذ حسناته لان كان في حسنات. هلا الكابيتال كنترول وين ايجابياته؟ اولا بحط نوع من المساواه بين كل عم نحكي عن هلا رح تاخذ وقتك لا 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 بس مساواه بين مين ومين؟ بيني بين بين انا وبين بين اللي ظهر مصرياته بال 2011 و... يا استاذ ماريو في يكون تشريع مف... مع مفعول رجعي؟ أكيد, لا أوكي خلينا بس هيدا وارد بالكابيتال كنترول بالكابت... ما في مش مفعول رجعي كيف لا؟ مسألة المقاضاة مسألة المقاضاة على عم نت... مش عم نحكي عن السحب عم نحكي أوكي. عن المقاضاة طيب يعني هلا اولا دل. اولا انه نوع من المساواه ثاني شيء عم تجي انت تحفظ حق الناس صحيح مش عم تجي تدفع اليوم ولكن انت عم تحفظ حقوق الموضوع الثالث انه عم بيصير في دعاوى على المصارف من الخارج هيدي وين خطره لانه اذا راحوا المصريات للمودعين بالخارج بيكونوا اكلوا من حق المودعين اللبنانيين بس هي بتنعمل بتتصل كارت الكنترول ف... ف... بس... وبتنعمل بسطر واحد بس انا اللي بدي اقوله انه الاستاذ ميشيل عنده قراءه كتير ضيقه بموضوع الكابيتال كنترول هو بيقول كمان هو انا انا سامعه لا انا انا سمعه شو بيقول بيقول لك حتى الفريش ما بدي اخليه يتحول لبرا اكيد انا ضد هذا لا بيجي لا لا من برا بيجي بس يعني هل اللي بالبيت هلا اذا ما بدك تستورد فيه بدي اقول لك شو بدي احوله لبرا اليوم بدي اعطيك مثل اليوم القطاع التجاري كله عم بيشتغل على الفريش كله عم بيشتغل على الفريش لانه هالاموال عايزينه مشان نرجع نستورد من برا فيك تستورد هلا انت كنت عم بتقول انه بده المصرف المركزي يعطي اذن ويشوف اكيد اه اذا في اولويات ما في اولويات مليونين بل نقولها شو بدي مليونين؟ 20 مليون شو يورو فيك تستورد فيهم بالنهار شو في اذا انت اليوم بدك تاخذ مصاري رح تشتري هاي الخلاف وما في دولار لنشتري شيء ميشيل انا جاي كيف بدي الصلاة؟ كيف انا بدي انا عم بيجي انا عم بحكي كرئيس جمعيه تجار بيروت ما بقدر اقول للتجار انت لك حق تعيش وتستورد وانت بتروح تنقبر تموت هيدي مش وارده قصة الكابيتال كنترول يصير مقصلة على روس التجار تيستوردوا من بره ليس واردة، ما في أولويات، روح قول للموظف اللي بيشتغل بالقطاعات المسماة بالسلع المعمرة أو السلع الكمالية إنه أنتم شغلكم مش مهم وأنتم مش أولوية، كل الناس اولويه بهالبلد وكل شغلنا فريش وبدنا نضلنا نستورد مصر لما عملوا كابيتال كنترول في سلع سموها سلع استفزازيه ما في سلع استفزازيه سلع استفزازيه ميشيل هذا لبنان مش مصر نحنا لبنان وقف على التجاره إن وعلى الاسواق المرموقه نحن مش وارده انه نخلي القطاع التجاري يموت مشان الدوله مش عم تقدر توقف التهريب بس مش عم تقدر بتكون ضربته للكابيتال كنترول ما مش عم بضربه لما عم تعطيه مصاري للتاجر يرجع يشتري اللي بده اياه ابدا ابدا شو له النسخ الثلاثه بالبرلمان اليوم مش عم بيحطوا ضوابط على الفريش بس انا عم جاوب على ميشيل لان آه بعرفوا انه ايه؟ كتير كثير الضوابط على الفريش يعني عم تقتل الاقتصاد انت اليوم عندك كذا اعتبار ميزان المدفوعات اعتبار ولكن دا دا توظيف الناس بلبنان ومعيشه الناس طب انا ما بديش انا بدي ايش اقول لك اليوم انا عامل لك بدك تشاطر بدك بدي اقول لك شغله لازم يجي كابتن اطار الخطه الاقتصاديه نعم. بس ما في بس وصلنيك بس ما في استنسبيه نحنا عم نقول وقفوا بس التهريب بس وقفوا خروج الدولارات معروف انه في دولارات الله عم بتروح خارج الحدود هيدي معروفه كيف كيف يا خيي معروفه انا ما بعرف في سلع عم بتروح وفي دولارات عم بتروح ما انت انت هون انا من من 3 4 سنين عم بقول انه الاقتصاد اللبناني عم بيعيش شعبين والاستهلاك هو لشعبين ولا دولتين هيدا ما بيحمل نحنا بدنا نعمل استهلاك للدوله اللبنانيه واشباع الشعب اللبناني نحنا دوله منفتحه على العالم كله ونحن مقصد تجاره سياحي، إذا ضربت التجارة ماتت السياحة، وإذا ماتت السياحة ماتت قطاعات ثانية، الصناعة والخدمات وكذا. وأنا عم بحكي بوجود وزير السي... الاقتصاد ده. والتجارة، لا يمكن إنه نقبل بقانون كابيتال كنترول بيقضي على التجارة، لا يمكن. بدكم أنتم زيدوا مدخول الأموال من الخارج، جيبوا ثقة خلي صندوق النقد يساعدنا خلي المستثمرين من برا يرجعوا يكون عندهم سيئة يستثمروا بلبنان مش هيك بعض الطريقة نحن عجز بزيادة مدفوعات عجز نحن بزي أنا بعرف أنا واعي له نحن ضد إذا بدك تصفية الاقتصاد اللبناني نحن مع إنعاشه نحن ضد وضع قيود تقضي على القطاعات الإنتاجية هذا لا نقبل فيه بالمطلق لعندك. لا بس شغلة كثير مهمة اليوم فضل. لأنه يعني نحن لما عم نشوف الكابيتال كنترول قانون دقيق 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 جداً واذا بنقيسه على بعض الدول اللي مرقت بالظروف الاقتصاديه اللي مرق فيها لبنان بدي اعطيك انا نموذج اذا بدك نحكي فيها هلا بنحكي ارتباط مثلا قانون الكابيتال كنترول بموضوع قطاع التامين لانه اليوم لما عم نحكي نحن بالتجار لا. طيب انا عندي اليوم موضوع قطاع التامين بوزاره الاقتصاد انا عملت نوع من الدراسه انه كيف في دول مرقت بنفس الظروف اللي مرق فيها لبنان مش مشابهه بس يعني قريبه من الظروف اللي مرق فيها الاقتصاد اللبناني استثنى استثنى قطاع التامين من الكابيتال كنترول ليش؟ تعرف ليش استاذ ماريو ايه؟ لانه اليوم انت لما انت حاجز مصريات العالم بالمصرف فيك تقول للمواطن انت ما بقى تاكل لحمه كول خضره انت ما بقى تاكل خضره كول خبز حاف وعم تعذبه بس انت اليوم لما عم تحجز اموال شركات التامين انت فعليا مش عم تقاصص شركات التامين لانها عامله مصاري ومعها مصاري كثير انت عم تحجز البريميومز تبع المواطن اللبناني اللي دفع لشركة التأمين لشركة التأمين تأمين له صحية مش مختلفين أكيد موضوع طيب. جوهري. هاي دي وانا من بس, طيب بس ما, بس ما في مؤسسات كمان إذا بهذا المنطق بدي يفوت بصير أستاذ نقولة معه حق بأنه أنا عندي مؤسسة تجارية فيها مئات الموظفين شو بعمل فيهم إذا أنا مش قادر اللي عم نحكيه أستاذ أنه بدك خطة كاملة متكاملة لأن أنا ما في اليوم احجز مصريات انا شركات التامين والناس قاعده على بواب المستشفى عم تترجى شركه التامين تدفع لها والمستشفى مش عم تقبل بدها تدفع زياده مش وانا المصاري محطوطين بالبنك وعامل عليهم كابيتال كنترول انفورمال كابيتال كنترول يمكن اللي يجي يصير اصعب بعد وشركه التامين مش دفاعا عن شركه التامين لا بتقدر تدفع لل إعادة المؤمن يعني للري انشورر م. ليرجع يعطيها مصرياتها لأنه طيب. ما فيها الضاهر وما فيها تدفع للمستشفى لأنه مصرياتها محجوزين بس هلا بلشوا على فريش معاليك. هلا هن بلشوا بس نحن عم نحكي انه انه هيدا قطاع قطاع يوازي بهيدا الاطار بهيدا الاطار ما عادش في يعني كابيتال كنترول على مين؟ بالضبط علينا يعني نحن اليوم يعني المذيعين اليوم اكيد باي 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 اقتصاد عم بيواجه مثل هيدي الازمه في مطالب فئويه مثل ما عم نشوفها قطاع التجاره بده يجي يقول انا لا في قوية بس بس نحن, نحن ربع الاقتصاد يا سيد عليا مش فئه نحن قطاع ربع في فئوية في بمعنى انه فئوية بمعنى انه فئة معينة عم بتطالب بحماية هالقطاع وهيدا شيء طبيعي بنشوفه بكل البلدان من هون بنرجع لدور الدولة لدور سياسة الحكومة هي شغلتها تيجي تقول انا بدي حافظ على آآ آآ بدي اعمل اعاده اطلاق للاقتصاد، هيدا قانون الكابيتال كنترول هو قانون رح يكون وقتي لمده زمنيه معينه وجاي يحقق اهداف معينه، شو هي؟ خلينا نرجع نتذكر شو هي؟ اولا حمايه احتياطات النقد المتبقيه. ثانيا هي انه نحن وقتها بدها تكون ضمن خطه شاملة بدت بدها تساعد بعملية استقرار او او انه يعني ما يكون في تذبذبات كتير حادة بسعر الصرف ثالثا كيف بدي سعر الصرف انا بدي أخده لحتى اقدر خفف من الخساير، يعني اليوم بدي انا بدي أقوله للاستاذ نقوله يلي رفض ووقف بوجه الكابيتال كنترول من سنتين اليوم هو حمل كافة المجتمع جزء كبير من الخساير يلي يلي استفاد منها جزء كبير من الثاني من المجتمع ومنه القطاع التجاري قلت لك انا مش مختلف معك على هالنقطه انا كان بدي الكابيتال كنترول عمقول. انا وياك الوزير علينا نحنا نيجي كمجتمع نيجي نقول ما فينا كلنا نربح مش نربح بدنا ما نموت ما بدنا نربح ما بدنا منموت نموت مش... كنت إن إن عم بقول انه نصنا مات بدي exactly. حافظ انا من موقعي بدي حافظ على النص اللي بعده عايش ست ما... عليا ما... ما بدي نظر ما بدي نظر انا ما عم نظر مش أنا جاي من تونس وجاي من هون بليز بليز عليا انت مره ذكيه انت مره ذكيه ما 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 بدنا نعمل اصلاح بالكوبي ما بدنا نعمل اصلاح بالكوبي بس لاني مره وذكيه بس لحظه ما بدنا نعمل اصلاح بالكوبي بيست الله يرضى عليكي لبنان عنده خصوصيات تفضلي تفضلي ولانه عنده هالخصوصيه بدنا نرجع للموضوع للموضوع الاساسي م. والموضوع الاساسي هو انه هل كابيتال كنترول مفروض يكون لوقت محدد آه، وهيدا بس فيها تحدد بس فينا نحدده وقت تبين معالم هالخطه الاقتصاديه يلي نحن بدنا بدنا نشوفها ومن وين بدنا نجي يوم واحد اذا هيدا اذا بيضمن بس مش هيك اذا من اذا من ضمن خطه او من خارج الخطه خطه او بدون خطه اذا اذا الفريش من جواته نحن بنهار واحد ما بنقبل فيه يا استاذ نيكولا نعم. انت من مصلحتك يكون ضمن الخطه الشامله اكيد مش يجي بالمفرق مثل ما طلع الاسبوع الماضي بس بس ما ممنوع انا ما بدي افوت بس في هون كمان تمييز بين بين المودعين انا ماني شخص قانوني فيه ما في يلي عم يحط الفريش يا معك لتحوله بغرض الاستيراد ما في مشكله بس مش لتحوله على حسابك بسويسرا بس اجان ما بدنا نفوت بهدول التفاصيل استاذ في توازنات ماكرو اقتصاديه ايه؟ بدنا نطلع عليها بشكل بشكل شامل بشكل شامل ما فيني انا احكي بس انا بدي ارجع من الكابيتال كنترول لل لل يلي بده ياخذه يعني اليوم وقتها رفضنا هيدا هيدا الاقتراح طيب الاقتراح الثاني هل هالحكومه وهون سؤالنا للوزير إيه؟ بدها ترجع تيجي تطرح اقتراح ثاني او بدها تيجي تاخذ الاقتراح اللي طرحته لجنه المال والموازنه دون الرجوع دون وضعه باطار الخطه الشامله لا لا. الكامله دون ما يكون يسمح باستنسابيه بين بين مودع ومودع كيف بده يعالج الاموال يلي حولت من قبل كل هيدي امور بعدها ما واضحه اطلاقا بس وكل كلها يجب ان تعالج من اول وجديد هيدا اللي عم بس ما بدنا نظلم الوزير نحاس لانه عمل شغل جبار بهالموضوع هو شو هو الشغل الجبار نايب رئيس حكومه ولكن انا عم بس هو مع بعض مع الاستاذ ابراهيم كنعان والاستاذ بس على بعض ما بنفهم الصوت على الهواء لانه لانه كان هذا المشروع قدمته الحكومة بدون أمضاء اي ما ما بالشكل معك طلبوا حق. طلبوا انه في حدا من الوزير بس انه كمان انه مقتنع فيه نقولها 100% اي داوت بس انه ما انا ما عم عم استهدف نقولها اليوم بقانون الكابتن وقال وزير الوزير نحاس قال, قال. قال. قال انه هيدا عرضناه على على الهيئة العامة تحت او على اللجان تحتى يناقشوا شو عندهم يسي... تصليح يصلحوا فيه اكثر ليك الكابيتال كنترول بيجي يقول انا ممنوع تحول لحساباتك الشخصية برا فيك تحول بغرض الاستيراد المصاري اللي بتجيك من برا بالفريش فيك ترجع تحولها لبرا نعم في الصناعيين اللي عم بيصدروا اللي انا واحد منهم ترجع مصيتهم على لبنان لهون مش... من بعد يعني من بعد ما يبيعوا بضاعتهم ترجع المصاري ترجع على لبنان هلا ما في كنترول اغلب الصناعيين اليوم فاتحين حسابات برا لانه ما لهم ثقه بالسيستم المصري بلبنان مشان مش هيك بنرجع للخطه الخطه الشامله بدك انت اعاده هيكله المصارف تتوازى مع أنول الكابتن كنترول خلينا نرجع نقول اللي طرح الجمعه الماضي والاي ام اف قالته ومحامين و... و... يعني مطلعين على هالامور إيه؟ اكدوا ونحن كاقتصاديين قلنا انه هيدا ليس قانون كابيتال كنترول أبداً ما هو قانون الكابيتال كنترول شوهو. ينظر إلى... الى الى الاقتصاد بشكل شامل أوكي. هيدا القانون هو ضوابط على تحويل مصرفيه على عمليات مصرفيه جاء يشرع مخالفات كانت غير مخالفات قانونيه كانت جزء آآ آآ صار عبر تعاميم مصرف لبنان، وهيدا الشيء اللي رافضه اي مواطن ان كان مودع او غير مودع، يعني اليوم ممكن يقبل فيها اي ام اكيد لا, لا ما هو قال لك وبعت 10 صفحات، وال واليوم اهم شيء انت قبل ما يكون هيدا يعني طلب من الاي ام او لا، نحن ما نشوف شو هي مصلحتنا بالاقتصاد، بس هيدا كمان موضوع اساسي لانه الاي ام اف بيطلب انه بل. موضوع الكابيتال كنترول يكون شامل لكل يعني عمليات يعني ميزان المدفوعات يعني كابيتال كنترول يعني انت بتشتري بضاعه من هون بتصدرها اذا ما فيك تحول مصاري لبرا بدك بتصدرها بتقبض مصيتها برا اذا اليوم ما في ضوابط على هي اي كابيتال كنترول عن طريق. صحيح استاذ ماريو انا بس 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 لنحسم موضوع الكابيتال كنترول ونصوب الموضوع باطار نحن رح نكفيه بس بعد عنا اخر بريك لا بتفضل هلا ولا بعد البريك؟ براحتك خلينا بعد البريك اخر بريك ونعود لمتابعه موضوع التعاميم الاسئله اللي عم يطرحها المواطنين حول هذا الموضوع وما تبقى بموضوع الكابيتن كوترو نعود لمتابعة القسم الأخير من هذه الحلقة الليلة أستاذ أمين في بعض المشاهدين عم يسألوا أنه طيب نيجيريا واحدة من الدول يلي قدرت وقفت المنصات ونحن عم عم نشكي مع انه استاذ ميشال وست عليا مش موافقين عم نشكي من قصه المنصات وانه عندنا مشكله وفي وزراء اللي وقع بس ابراهيم حكي بمشكله المنصات ما عم نقدر نلاقي لها حل كيف لقيوا له حل بنيجيريا هلا هو انا صودف اني اجتمعت مع وزيره الماليه النيجيريه السابقه اللي هي نفسها رئيسه منظمه التجاره العالميه وفسرت لي انه هي لما كانت وزيره ماليه نيجيريا كانت من اكثر دول بالعالم عندها منصات فيها موضوع غش ومنصات صيرفه ومنصات نصب واحتيال وغيره وقالت لي نحن صار تعاون بين وزاره الماليه وبين السلطات النيجيريه وكافحة هدول المنصات اللي كانت منتشره بافريقيا وببعض الدول الاخرى من خلال تعاون امني قضائي لانه اليوم هيدا عمل اجرامي هذا عمل اجرامي بالنطاق المالي تبعه فانت اليوم بدك امنيا تشتغل مع الدول يعني مثلا نحن اليوم بيطلعوا بيقولوا هول الاي بيات تبعهم موجودين بتركيا وموجودين بدول جوار أوكي. حتى ما نسمي كل الدول طيب انت فيك اليوم تخاطب السلطات التركيه عبر مع عبر القنوات الأمنيه والقضائيه هذا آه، اللي, اللي بدايه حلقه يعني ايه بالضبط وزارة الداخلية الدفاع, الدفاع العدل. العدل, طبعا مسؤولين تتقدم لهم للدول اللي فيها هالمنصات بتقول لهم هود المنصات هوستد عندكم انتم بدولتك وهذا الاي بي ادريس تبعه بيقدروا يلاحقوه بيقدروا يسكروه بيقدروا يوقفوه ليه ما عم تعملوا هيك؟ ليه ما عم تعمل هيك الحكومة اللبنية هلا انا منه نطاق منو... اختصاصي انا صدف انه الحديث صار مع وزيرة المالية وقالت لي بنعمل وحطيته انا مع الزملاء الوزراء بعهدتهم وهن هذا الشيء صار مؤخرا من يومين مه. حطيت هالموضوع بعهدته الخبره اللي هي مرقت فيها وهن حيتابعوا الموضوع وان شاء الله نوصل لنتيجه طلبت يعني او تمنيت على مين مع مين شفت شفت وزير العدل كان موجودين عده وزراء وقاده اجهزه امنيه وحكينا بهذا الموضوع و... استاذ عماد كريدي ليش كان موجود بالاجتماع استاذ عماد الامني كريدي. الاجتماع الامني اللي صار بالوزاره بال مجلس يعني هو مدير عام اوجيرو في عده مواضيع بعتقد لها ارتباط بال بالنتورك لمحاربه المنصات هلا انا ما بعرف بالضبط ليه هو كان موجود بالاجتماع بس بقدر انه طبعا اله دور لانه هو بيمثل راس طيب هل بالخلاصه هل اذا لبنان اراد مكافحه هالمنصات اللي بيشكي منها قادر نقطه على السطر ايه طبعا قادر اكيد قادر كابيتال كنترول كنت عم بتقول انه اذا في هالتعقيدات وهال يعني هالاخذ والرد عليه ممكن الاي ام اف يعرقلنا مفاوضاتنا معه؟ لا انا انا اللي حبيت يعني اذا اذا بتسمح انه اختم فيه لانه بعتقد انحكى كثير على موضوع الكابيتال كنترول وعارفين وين وين نقاط الخلل وكيف لازم يكون ضمن اطار خطه كامله متكامله. انا بس اللي حبيت اقوله انه الفريق اللي اليوم عم يشتغل على موضوع الكابيتال كنترول وغيره من هاللجنه الموجوده اللي عم تشتغل للاي ام عارفه وحريصه جدا ومدركه انه الاي ام اف ان كان قبه الكنترول او اي قانون اصلاحي مرتبط بالعمل اللي عم نعمله كلجنه، اذا ما كان مشغول بشكل مظبوط واهدافه ما كانت بتخدم الاصلاحات المطلوبه ولاحقة مصالح ضيقه ما حيمشي ولا حيقبلوا الاي ام اف ولا ممكن يتكفف فيه. القانون اللي تقدم بي بيستوفي هول اللي حكيتهم؟ انا 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 على نطاق شخصي بعتقد مثل ما نذكر بعد هيدا القانون تقدم بس طلب من مجلس النواب انه يعيد البحث فيه والدرس لانه مثل ما هو مقدم بعده منه كامل بعد بده شغل لي ليوصل للارتقاء اللي بده اياه الاي انا بعتقد انه بعد عنا شويه شغل فيه وما حيمشي الا اذا صار بالشكل المزبوط استاذ الاولى كان عندك تعليق قبل ما اسالك ايه. عن مساله علاقتنا بالخليج نقطتين ثلاثه، انا اذا ما بذكر مضبوط المدعي العام التمييزي تحرك بموضوع الخارج بموضوع المنصات مم. بس الاساس مش هون، الاساس خلي اللبناني يظبط اموره الماليه شوي أوكي. ببطل بيبطل يجي ما تنام بالامور بين القبور بين الأمور ما بتشوف منامات بشعه هيدي طريقة المعالجة مش المنصات عم تركض بتركض وراء أشباح انت نحن المشكلة ما بتنجح في ما عم تجينا باليقظة ما مش هيدي هي ما عم... فإذا يعني ما نضيع وقتنا بهالأمور التافهة خلينا نروح على الأساس معالجة الوضع المالي والنقدي هيدا الموضوع الأساس بقى شو كان بدك كان بدي اسألك عن موضوع العلاقة بدول الخليج ليك العلاقة بدول الخليج ببلش يخلق لها طريقة حل هلا هن بتعرف كان اول اول قضيه عالقه كانت قضيه الوزير إرداحي هيدي تعالجت هلا الموضوع الثاني هو موضوع السكنر أنتوا اجتمعتوا مع وزراء نحن بالدول اجتمعنا العربيه اجتمعنا اذا بدك مع وزرائنا بالامارات تحديدا وقبلها بعمان وكان شرط بدي استقاله الوزير إرداحي مزبوط يعني نحن يعني طبعا هيدي الشغلة كانت معروفه أوكي. يعني حتى الرئيس ماكرون قال ليش بدنا شو طلب منكم نحن نحن طلبنا هني ما طلبوا منا صدقني أوكي. الخليج كثير منفتح تجاه لبنان تجاه اللبنانيين وهن بيميزوا بين القطاع الخاص اللي بيحترموه للاخر وبين الطبقه السياسيه اللي بيحتقروها للاخر فاذا نحن في مجال ينعمل شغل كثير مع الخليج ولكن الحد الادنى يا خي هالكبتاغون خارب الدنيا 600 مليون حبه تصدروا من لبنان للسعوديه اخر كم سنه بتعرف شو قيمتهم قيمتهم السوقيه بين 6 و10 مليار دولار هيدي شغله ما بتفوت بالراس ها الكونكلوزيون سكانر اي متى اسكنر بالأسابيع القادمة ولكن القضية مش عندنا الكلمة النهائية هي طبعا عند الدولة بها الموضوع وأنا رحب. بدي أرجع أقول بعد. بدي أرجع بعد. أقول أنه هيدا موضوع بغاية الحيوية نحن ما فينا نتحمل غضب المملكة ما فينا نتحمل غضب الخليج على لبنان بموضوع الصادرات بعدين اليوم المصانع اللبنانية اللي عم تصدر على الخليج عم تضطر تروح من لبنان تقعد ببلد <applause> ثالث يا بالخليج <applause> يا بقبرص يا بكذا لتصدر للخليج بتعرف شو يعني مصنع ينفك من لبنان اكبر هزيمه اقتصاديه قد لما المانيا يعني. المانيا خسرت الحرب العالميه الاولى اكبر عقاب عليها انه فكفكوا لما مصانعنا انا على دول ثانيه طيب. اوعى نحن نغلط اذا خسرنا مصنعنا اذا خسرنا تجارنا بس ولشنا نخسر. وراحوا وبلشنا نخسر للاسف فاذا هيدي إذا بدك الخطوة الأولى على طريق الألف ميل والقطاع الخاص عم بيلعب دور ريادي وأنا هون بدي أوجه تحية للوزير محمد شقير لأنه هو أجا قال يا خيي أنا بقنع السعوديين يقبلوا فيها اقنعوا اللبنانية أنتم يا وزراء يا رؤساء أجهزة يا هيدا، يعني هالقد العلاقة منيحة ولكن هالتراكمات بعد ما شافوا أنه في جدية بموضوع لبنان، ولبنان بيعتبروا أنه ناكر للجميل بدنا نفرجي انه نحن كلبنانيين مش ناكرين الجميل لبنانيين اللبنانيين الموجودين هونيك ونحن كقطاع خاص مش ناكرين الجميل انما الدوله عليها انه تحسن ادائها بهالموضوع بدك تقدر تجمع حالها بالحكومه تجمع الدوله تجمع حالها استاذ ميشيل كان غريب امبارح او مفاجئ انه وكيل وزاره الخزانه الامريكيه لشؤون الارهاب يحكي انه عن البيبس اوكي بوليتيكال exposed بيرسونز الاشخاص اللي شو بتسميهم المعرضين سياسيا وكان في كان في تهديد واضح للمصارف اكيد انه اذا ما راح تنتبهوا في تهديد للمصارف بس مش بس على البيبس لانه اليوم نحن طلعنا برات النظام المصرفي صار كل التعامل بالبنان عباره عن كاش بالاول كنت تروح على البنك تعطيه 10000 دولار يفتح معك تحيين ما جبتهم اليوم أكيد. عم يروح على البنوك 200 و300 و400 الف بيسالك ما جبتهم هون اللي كان عم بيحذر منه اوكي مع البابس معك حق لانه عم يزيدوها شوي كمان على البابس وفي تضييق يعني حتى في بنوك برا بلشت الحسابات البابس تسكرون أنا بدي أسألك هل التعميم كثرة التعاميم اللي صدرت آخر فترة نعم اللي يعني صارت عملية العملية الكاش فيها بين اللبناني والدولار ضايعة خلت الوزارة, الوزارة وزارة الخزانة الأمريكية تفوت على هالنوع من من هالكلام لأنه لا, الـ لا الـ ما بعتقد. مسار المصارف اللبنانية له سنتين هيك ليش اليوم إجا هالكلام ما بعتقد لأنه لا لك شغلي التعميم اللي صار رقم 161 بعتقد إذا متذكر رقمه انه انت اليوم بتاخذ بيسحبوا لك 1000 دولار من حسابك م. يعني بتطلع كانك عم تصرف دولارك على 358 يعني 1000 دولار بيطلعوا ما يوازي 358 أنا برأيي إنه بدل ما كان العمل على 8000 ينعطى العمل على 10000 وبلش الدورة كلها سوا. ليه شو بيفرق؟ لأنه بيفرق هن زادوا، أنت بتاخذ 358 اليوم، أخذتهم 1000 دولار، حق الدولار 27000 بالسوق، بتاخذ 358 على سعر الصيرفة أنت، وبتروح بتصرفهم برا، كأنك بترجع بيطلعوا بضل 320، فخلينا من الأساس نعملها على 10000 بنظهر برمي كلها سوا، لانه عملت ربكه بالبنوك اليوم يعني برجع اكرر لك اياها كيف واضحه، انت اليوم معك 1000 دولار دولار عم تاخذ 358 دولار نقدي فيه على سعر المنصه هي 23000 نعم انت هو عم تاخذهم وتروح تبيعهم للصراف تشتري فيهم دولار على سبعه تشتري لبناني على 27000 مضبوط مزبوط. فخلص ظبط سعر الدولار بدل 8 عملوا 10 وريح برا ياخذ برمي كلها سوا بس منك اكيد انت انه انه اذا حطه على عشرة هو هو يعني مش رح يرجع كمان يصير نفس الشيء اوكي المشكله منه هون قراءتك للتعاميم ماريو التعاميم هي كتريتا. اليوم كترتها هي بس بتاكد انه مدى تخبط السلطه السلطه المسؤوله عن صياغه السياسات الاقتصاديه واللي هي بجزء منها كبير قرار سياسي آه، انه ما أنا عارفه وين رايحه آه، بس بنفس الوقت هي عندها كانه عم تيجي بتقول انا بدي احمل بس الخسائر لل للمودعين من جهه عبر الهيركات الناشف يلي عم بيصير وللمجتمع ككل عبر التضخم المفرط يلي نحن فايتين فيه وهذا يخدم مره ثانيه قصة أنه أنت بتخفف إذا بدك اللايابيليتيز أو المطلوبات لدى المصارف وبتخفف من من أكلاف من 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 الخساير تبعيتها فاليوم هيدي بيصلب سياسات عن نقطة يلي هدفها توزيع خساير ودفشوا يعني دفشوا على الطبقات او على فئات المجتمع يلي هي الاقل اقتدارا من هيدي اولا، ثانيا اليوم يعني نحن شفنا شو صار وقتها مصرف لبنان عم يسمح ب يعني افراط سيوله كتير كبيره بالسوق عبر آه سحب الكاش باللبناني نعم. يعني آه هالزياده بالكتله النقديه الكبيره اللي صارت هي كانت السبب الاساسي اللي دفع هالتضخم آه هت 161 ما رجع زبطها شوي بس انا بدي ارجع يعني اليوم بدنا نسال نحن بس عم نفكر انه هي هي قصه هيركات لا بس القصه الثانيه استاذ ماريو هي انه انت كل ما آه زادت التضخم وخليت سعر صار في الظهر شو بيصير شو بيصير يده. تنزل قيمه الدين الداخلي يلي حملته المصارف واللي هو الدين على الدوله يعني مم. اكيد وبالتالي وقت بده يصير اليوم بالخطه وبالخطه وبتو... بي... اللي بتطرحها الحكومه موضوع هيركت على الدين آه بدا هيدي بتخفف بشكل كتير كبير من الخسائر اللي بدها تتحملها المصارف سو اليوم انت مش بس انت مش بس المصارف عم تستفيد على جهه المودعين نعم. بس كمان عم تستفيد انه عم بتخفف مصار خسائر. خسائر بالنسبه لل يعني آه آه هوني للمطلوب آه آه قطعت بالنسبه كوارد. للمطلوب لاستدامه الدين واللي هي حتاثر على الحركه الاقتصاديه بالمستقبل في <applause> في في قراءه ابسط من هيك بكثير يعني هل نظرة تأمرية مش هيك نحن وقتها القصة انتهى بس دقيقة أوكي. القصة في القصة في أرقام القصة نحن القصة اقتصاديين من 15 عشر بالنسبة سنة بالنسبة لليوم من خليني نكفي القصة من 15 سنة لليوم السلطة التنفيذية غايبة 8 سنوات من الشغور من أصل 15 أوكي. سنة أوكي. لا في سياسة مالية ما في موازنات لا في سياسة اقتصادية فالسياسة النقدية من مصر في لبنان هي عم بتعبي الفراغ طيب. تخيل أنه أنت عندك أبشع انهيار صار الثالث بالعالم جديد. والدولة بعد ما اتخذت ولا تدبير فهيدي اللي الفراغات اللي تركته الحكومه للاسف خلي الحكومه ترجع تجتمع وكل مع كل مين يقوم بدوره بس في تخبط يعني اليوم أكيد في تخبط حكي الدولار على 3900 بعد السياسي طلبوا منه يعملوا على 8000 والحكومة أه أه ما بده على قبل اخر اخر سؤال اخر سؤال قبل ما اختم مع معالي اليوم انا المصرف لبنان عم يقتطع من وديعتي وقت اللي عم بيطلع هيدي التعاميم هل يقتطع من ودائع المصارف عنده؟ ولا بعده عم يدفع على فوائد على على الاموال اللي حطها ما هي مثل مثل عم بتصير يعني الكل عم عب... عم هلا هيدي قضيه لسيسرة امور الناس مش اكثر من هيك لتقطيع الوقت التعميم تلاتة اربعه وحسابه للمودع للاسف للاسف هيك ما هي الدوله حرقت دين اللبنانيين كلهم هي وقفت على الودائع طيب نحن كمؤسسات خسرنا ميل. 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 خسرنا 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 كل املاكنا استاذ نحنا دولة. خسرنا املاكنا كلها ما بقى في املاك الدولة. العقارات ما بقى تسوى شيء ما بقى تسوى شيء الدوله سحقت لبنان المودعين وغير المودعين مش الدولة وبالتالي ما الحل ابداً. الوحيد, هو الحل الوحيد هو تحميل الدولة هو انه الدولة تجي هو تتحمل مسؤوليتها وتقول ابداً. انا مسؤولة بدي اشوف كيف بدي ساهم بالانقاذ بعد المالي بعد الانقاذ وارد اه اكيد بعد وارد والخلاص بده اخلاص اكيد كل ما في اخلاص للانقاذ ما راح ينجح شو يعني لما بيقول رئيس الحكومة انه الحكومة عندها مظلة دولية وداخلية؟ هالشيء سمعته برات لبنان؟ ايه طبعا حتى لو اكيد. ضلت مش قادرة تجتمع اكيد اكيد وهذا الشيء بيتجلى اليوم من زياره رئيس الامم المتحده للبنان اللي كانت رسالته واضحه قال انا جاي ادعم لبنان والشعب اللبناني هذا راس اكبر منظمه عالميه موجود بلبنان وبكره حاضر اليوم حاضر عند رئيس الجمهوريه بكره بالسرايا الحكومه مع رئيس الحكومه شو هو عم بيحمل المسؤولين عم بيقول لهم انتم ما فيكم تكفوا هيك ما بتقدروا تعملوا خطه مع الاي ام اف اذا ب... اذا ما بتقدروا تجمعوا الحكومه شو بده يقوله رئيس مئاتي بكره ما توخذني مش قادر اجمعهم لا الرئيس مئاتي بكره بده يقول له انه نحن شو عم نعمل بالمرحله هلا اللي بقى عم تجتمع فيها الحكومه وكيف بس تجتمع الحكومة بدنا نبدأ ننفذ هالخطة الإصلاحية بس لأ يوماً ما ليك ليك لا الكلام. مش يوماً ما ماريو الكلام. الكلام شو مش يوماً ما متوقع أنه تجتمع ال... قريباً بدها تجتمع حكومة إذا ما اجتمعت الحكومة طار البلد. بتكون جريمة جريمه بحق البلد لانه ما فيك تضل انت أنا تعمل دراسات و الكلام على انه المجتمع الدولي لن يقبل بسقوط لبنان هو مضحك مك مبكي ما نحن انسحقنا نحن سقطنا انا انا عم بقول لك ميت كلام رئيس الحكومه هيدا مش هناك. هيدا كلامه مضحك مخيف هي هيدي اكيد ما نحن سقطنا 100 سقطه ومتنا 100 موته شو ماريو. بعد ناطرين للسقوط شو هالكلام هيدا تركنا المجتمع الدولي لانه نحن تركنا انا انا اللي بحب اقوله انه يعني ما فينا نحن ما فينا نحن اليوم نضل نسوق فكره انه سقط لبنان وسقطت الحكومه وسقط اليوم لما المجتمع الدولي طالب اولا بايجاد حكومه ليه طالب بايجاد حكومه ما في يشتغل مع حدا مش في يشتغل طالب بايجاد حكومه لانه الحكومه هي عمل مؤسساتي اليوم كل الاصلاحات المطلوبه وكل المجتمع الدولي وكل الاي ام اف لك انا بدي اشتغل شغل مؤسساتي طويل الامد مستدام طلب وجود هذه الحكومه وجدت هاي الحكومه طولوا بالكم عليها يا اخي ما انا بعرف انه الظروف انه صحي مرق شهر وشهرين وعم نعد ال100 يوم وال99 يوم بس في شغل جدي عم ينشغل كان الوزير بكره فيلين نحن مزبوط نحن بنريد الرئيس مئات ونريد اخر حكومه فيها تشتغل أنا برأيي بالشكل اللي هو موجود بكل صراحة عم بحكي قدام معالي يعني في بعض الوزراء اللي هن نحن انطرنا في وزراء بيشتغلوا حكومة فيها تجتمع نطرنا حكومة اختصاصيين مع الأسف مش هذا اللي إجا أنا بعتبر اليوم معاليه من الوزراء الناجحين بس مش هي الحكومة اللي كنا ناطرينها أنا برأيي يعني بترشحوا رئيس حكومة مثلا برأيي بعد أنا ما في رشح حدا أنا كيف م... لا أنت نايب ماشي حدا حل... لو نشوف إذا ترشح هو بالأول لا أنت بدك تسميه هو ما بترشح هلا ليك الإنقاذ بعده موجود فينا نعمل عملية فعلا اذا بنحط خطه وبنحط يعني الله قدامنا وبدنا نشتغل من قلبه رب انا برايي بعد فينا نطلع من رح اختم معك ست عليا استاذ ماريو أه خارج اطار الخطه نعم. كل هالعناوين بالمفرقه بتمشي اكيد ما بتمشي بالمفرقه وما بتمشي بلا بلا اخذ ولا اشراك الناس آه وبي بالقرارات المصيريه يلي بدها تضمنها يعني اشراك الناس, إشراك شو الناس يعني؟ ممكن يكون بعده طرق اولا ممكن يكون هو انه وقت تصير فيه مشروع خطة عند الحكومة مش هي تكون هدفها بس تتوجه فيه لصندوق النقد أول شيء لازم تتوجه فيه للرأي العام الثقة تحطوا تحطوا على الويب سايت يكون في يكون في كومنت يكون في تاون هول إنه نقاشات حوله هيك بيصير هيك هيك بتصير القرارات بأي بلد مش بغرف سوداء بس الرئيس الحكومي عم يشتغل بشكل سري ما تروح تطلع على الإعلام مش ما يفوت تخردوا عليها بس 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 ما في قصه هاي هيدي قرارات مصيريه بتهم وحتاثر على حياه الناس وحي تاخيرها بياثر على حياه الناس عدم اتخاذها بالوقت ماريو. المناسب بياثر على حياه الناس ماريو. كيف اذا ما كانوا بيعرفوا هن انا بس اللي, اللي, اللي بحب اختم فيه بموضوع غرف السوداء إيه؟ انه رئيس الحكومه والحكومه عم يشتغلوا اليوم وما عم بحبوا يطلعوا للعلا الا باشياء ايجابيه ونتائج يعني ما بدنا نضل نحن يطلع انه نعمل مثل ما بعدنا عم نحكي نظريات و... وافكار يعني لما بتطلع صحي... الارقام لا صحيح صحيح صحي... عم يصير شغل عم يصير شغل وانا عم شوفه بس ما بدنا نطلع بس لنحكي كل النهار لما بيكون في نتائج وهلا شفنا طب حكومه ما عم تجتمع طب شو بده شو بده يطلع يحكي شو بده يطلع يحكي ما اليوم كل العمل اذا ما اجتمعت الحكومه واتخذت رئيس الجمهوريه عم بتحتاج الى الى جلسه بمن حضر, حضر انا خلص وقتي للاسف <applause> في اشياء كثيره بالغياب غياب اجتماع <applause> الحكومه جرصه موصوفه وجرم بحق لبنان شكرا لك امين سلام من اولى شماس ميشيل ظاهر وعليا مبيض اهلا وسهلا فيكم الوقت انتهى بعرف انه هذا الموضوع ما, ما بيخلص يعني مشاهدينا اللقاء يتجدد الاحد المقبل اذا الله بريد تصبحوا على خير